Hi, my dear students of the second secondary. I hope you all are right. Now we are in lesson two, which is talking about the human transport system or the circulatory system. أول حاجة ناخد كده introduction عن ال transport in living organism. أنا عندي حالة من الاثنين، يا إما في عندي small animals، يا إما في ال bigger and more complicated animals. ازاي بيحصل transportation للفود والاكسجين في السمول انيمالز، وازاي بيحصل transportation في الكومبليكيتد انيمالز؟ بالنسبه للسمول انيمالز انا عندي الجازز والفود، بالنسبه لي الامور بسيطه فنقدر ان احنا نعمل لها transportation او نقل باي ديفيوجن، عن طريق الديفيوجن او الانتشار دايركت. فبالتالي انا مش محتاجه اي سبيشالايزد ترانسبورت سيستم، انا يا دوب في عندي الفود ستاف او الجازز بتاعتي بتبدا انها تتنقل على طول للسيل بتاعتي، لان اصلا الانيمالز بتاعتي زي مثلا البروتوزوا عباره عن يوني سيلولار انيمالز، او حاجه زي الهايدرا كائنات فيري سمبل، يا دوب الجاز او الفود بينتقل على طول بالديفيوجن. طب نيجي نشوف بقى حاجة زي البيجر والكومبليكيتد انيمالز او الهيومن، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عندي ان الديفيوجن از نوت سفيشنت، مش كافي انه يعمل ترانسبورتيشن للفود او الاكسجين. طب هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ لازم يكون عندي سبيشالايزد ترانسبورت سيستم. طيب مين السبيشالايزد ترانسبورت سيستم ده وبيشتغل ازاي؟ ده اللي احنا المفروض نعرفه في lesson 2 و lesson 3. ناخد كده introduction how does food get into our body cells. ازاي الاكل بتاعي بيوصل لغاية السل اللي هي اصغر حاجة عندي في الهيومن بودي. لو تفتكروا كده في first secondary احنا كنا خدنا البيولوجيكال ماكرو مولكيولز، كنا اخدنا فيهم الكربوهيدراتس والليبيدز والبروتينز والنيوكليك اسيدز. اول حاجة عندي مثلا الفايبرز، واحنا عارفين انها عبارة عن complex polysaccharide، اي حاجة في البلانتس بيبقى فيها فايبرز كتير، الياف كتير، الفاتس اللي هي الدهون او الكاربس اللي هي الكربوهيدراتس بقى الرايس البريد اي حاجة الباستا كل الكلام ده، والبروتينز اي ميت عندي فده عبارة عن بروتين، ده كله عبارة عن فود احنا بنقدر احنا ناكله. طيب الفود بقى بيحصل له ايه؟ اللي بيحصل ان بيحصل له digestion. يعني ايه digestion؟ digestion يعني هضم، وده اللي احنا خدناه في ال digestive system في الجزء اللي فات او chapter 1. ال digestion عن طريق ال digestive system بيبدأ ان الفود يتحول ل digested food، فيتحول من ال complex molecules او ال complex component عندي لحاجة very simple ومونومر بتاعي، زي مثلا الكربوهيدرات يبقى المونومر بتاعها المونوساكرايد and so on، البروتينز يبقى الامينو اسيدز، يبقى انا كده اتحولت لي digested food. ليه؟ عشان اقدر ان اعمل absorption للحاجات الصغيرة قوي دي او المونومرز الصغيرة اللي حصل لها digestion. طيب الابزوربشن ده هنروح لفين؟ حاجة من الاتنين، لو انا water soluble او انا بقدر اتحرك في المية ك مونومرز اقدر ان انا اروح للبلد. طب لو انا فات سوليبل يبقى انا هبدا اتحرك للليمف، وده اللي احنا خدناه برضو في التشابتر الاولاني. طيب نيجي بقى نبدا من النقطه دي، البلد والليمف دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن ان انا بعمل ترانسبورتيشن للدايجستد فود بتاعي، الاكل المهضوم محتاج ان انا اعمل له ترانسبورتيشن، يعني انقله. هنقلك فين عشان اوصلك للسيلز كلها؟ طيب مين اللي هينقل؟ هو طبعا السيركيلاتوري سيستم بتاعي. السيركيلاتوري سيستم اللي هو فيه البلد طبعا هيبدا ينقل الكومبوننتس والليمف كمان بينقل، هنعرف التفاصيل دي كلها في lesson 2 و 3. طب نقلنا عن طريق السيركيلاتوري سيستم، هنبدا ان احنا نوديه لمين؟ نوديه للسيل. يبقى البلد كسيركيلاتوري سيستم جايه من سيركل دايره، يبقى انا كما لو اني عندي البلد بيمشي في جسمي كله لغايه ما يوصل لكل سيل الفود بتاعها اللي هو الدايجستد فود والاكسجين اللي هي محتاجاه. طيب السيل بعد كده هتعمل ايه؟ يعني ايه الهدف ان انا يوصل لي مثلا مونوساكرايد زي الجلوكوز مثلا، يوصل لي اكسجين نتيجه الريسبيريشن او التنفس بتاعي، بدخل اكسجين واوصله عن طريق البلد برضو للسيل. الهدف ان انا اعمل حاجه اسمها سيلولار ريسبيريشن، تنفس خلوي. التنفس الخلوي كنا اخدنا عنه باك جراوند بسيطه جدا في first secondary، واتكلمنا ان الجلوكوز والاكسجين بيدخلوا للسيل عشان ابدا ان انا احول الفود ستاف والاكسجين واحصل منهم على ال ATP او اللي هو جزيء الطاقه او الانرجي بتاعتي. يبقى انا بالتالي
قدرت من الفود اللي انا باكله اني احصل في النهايه على انرجي، فاقدر اعمل الفايتال بروسيس بتاعه اي سيل، فنقدر ان احنا نكمل الحياه بتاعتنا. ده كده حرفيا البروسيس بتاعه المنهج بتاعنا كله. السيلابس بتاعنا اول تشابتر فيه بيتكلم عن الدايجستيف سيستم، ثاني تشابتر عن السيركيولاتي سيستم او الترانسبورتيشن سواء في بلانت سواء في هيومن، ثالث تشابتر عن السيلولار ريسبيريشن. نبدا بقى نتكلم على السيركيولاتي سيستم. الترانسبورت ان هيومن عامه عندي الترانسبورت سيستم على فكره تو سيستمز مش وان سيستم. ايه ده ليه؟ لان انا عندي اول سيستم هو السيركيولاتوري سيستم او الجهاز الدوري اللي فيه البلود. طب والليمف؟ ده انا عندي فيه ليمفاتيك سيستم، جهاز ليمفاوي يمشي فيه الليمف. طب ايه الفرق ما بين البلود وايه الفرق ما بين الليمف؟ ده اللي احنا هنعرفه في الليسنز بتاعتنا. لازم بقى نعرف نقطه مهمه جدا، ان انا عندي السيركيولاتوري سيستم بتاع الهيومن يعتبر closed type. يعني ايه closed type؟ نوع مغلق. يعني ايه؟ يعني انا عندي لو مثلا الهارت اهو، اوكي، هنعرف ان هناخد حاجه اسمها blood circulation، هنلاقي ان كل السيركيوليشن كلها مقفوله closed، بتبقى عباره عن complete circuit. complete circuit يعني دايره مغلقه، كلنا مقفلين مع بعض، مفيش اي blood يقدر ان هو يبقى passes out من البادي كافيتي بتاعي. طيب هل في حاجات مش كلوز سيستم؟ في حاجات. طب ممكن يجي لنا اسئله ازاي؟ مثلا يجي لك اي شكل ويقول لك ده ليفنج اورجانيزم ايا كان هو ايه، مش قايل لك مين هو، كائنات بسيطه، ويقوم جايب لك مثلا ان ده كده كما لو انه شكل الهارت ومثلا البلاد فيسلز بتاعته اهي، وبدا ان هو يوريك ان البلاد خارج لبره. يعني الموضوع مش كومبليت سيركت، مش احنا مقفلين على بعض، لا ده خارج لبره. هل ده شبه الهيومن؟ لا طبعا، اللي شبه الهيومن يبقى كده، يبقى انا عندي البلاد ماشي في كومبليت سيركت، يبقى احنا ما بقدرش يحصل اي باسج بره البادي كافيتي بتاعي او تجويف الجسم. طيب نبدا بقى السيركيولاتوري سيستم. اول حاجه زي ما اتفقنا السيركيولاتوري سيستم هيبقى بالنسبه لي عباره عن 3 مين كومبوننت. اول حاجه رئيسيه ذا هارت، الهارت او القلب. فين القلب؟ تعالوا كده نبص، ده الهارت بتاعنا. طب تاني حاجه في السيركيولاتوري سيستم هي البلاد فيسلز، يعني الاوعيه الدمويه. يعني الفيسلز دي بالنسبة لي اللي هي بالمنظر ده اللي جواها البلود بنسميها بلود فيسل، يعني وعاء هيمشي فيه البلود، فده كده البلود فيسل. تالت حاجة عندي هو البلود ذات نفسه. يبقى احنا في الليسون ده هنبدأ نتكلم عن الهارت الأول وبعد كده البلود فيسل كبلود فيسلز. هل في منها أنواع؟ في منها أنواع. طب ايه الفروقات؟ ده اللي احنا هنعرفه. فانا عندي كده في البلاد فيسل اهو زي ما شايفين ماشي فيه البلاد، يبقى دول 3 مين كومبوننتس اوف ذا سيركيولاتوري سيستم. نبدا اول كومبوننت منه اللي هو الهارت. الهارت عباره عن ايه؟ ناخد الديسكريبشن بتاعه، وصفك انت فين وشكلك ايه. بيقول لك الهارت عباره عن هولو ماسكولار اورجان. يعني ايه هولو ماسكولار اورجان؟ هولو معناها ان هو متجوف. يعني انا لو جيت اشوف ان ده كده عندي الهارت، الهارت شكله من بره عباره عن مصل، ففهمنا يعني ايه ماسكولر. اي مصل ليها هدف انها بتعمل كونتراكشن اند ريلاكسيشن، تنقبض وتنبسط. طيب فاحنا عرفنا ازاي انت ماسكولر اورجان، انما انت ازاي هولو؟ انا من جوه لو جيت افتح الهارت هلاقيه هولو متجوف، عباره عن تشامبرز يعني غرف. طب الغرف دي فاضيه؟ لا طبعا، هي عشان يمشي فيها البلود بتاعي، وهنعرف بالتفصيل ازاي. طيب البوزيشن بتاعك انت مكانك فين؟ nearly in the middle of the chest cavity. طيب فين الشيست كافيتي؟ هنا ده الشيست كافيتي كله، المنطقه التجويف اللي بيبقى فيه المنطقه الشيست او منطقه الثوركس او الصدر. هنلاقي الهارت موجود فين؟ هنلاقي الهارت موجود في الميدل، تمام، في الوسط بالظبط بتاع الشيست كافيتي، بس مايل شويه ناحيه الليفت، يبقى slightly towards the left side زي ما احنا ما شايفين كده بالمنظر ده، مايل ناحيه الليفت. ناخد بالنا ان انا ما باجي بتكلم على حاجه قدامي، انا يميني ايدي اليمين هي شمال اللي قدامي، ان البيشنت اكنه قدامي بالظبط. طيب ده description. مين هنا مثلا ده الريبس، الضلوع اللي بتحمي كل الاورجنز اللي موجوده في منطقه الشيست، الريبس اللي هي الضلوع. تاني حاجة نعرفها عن الهارت ان في حاجة بتحوطه اسمها بيريكارديوم. بيريكارديوم كاردياك عمدا معناها قلبي باللاتين، فما اقول بيريكارديوم ده
عبارة عن membrane that protects the heart and facilitates its action. يعني عبارة عن غشاء أو membrane بيحمي الهارت. طب بيحميه من إيه؟ الهارت عبارة عن muscle، يعني بتقدر تعمل contraction and relaxation. طب في organs تاني حواليا؟ في organs تاني حواليا. طيب لو أنا organ مهم جدا وبعمل contraction و relaxation، محتاج حاجة تحميني أو تعمل لي protection وتسهل لي الحركة أو movement بتاعتي دي. مين دوره يعمل ده؟ البريكارديوم. فحوالين الهارت زي ما احنا شايفين كده المفروض يبقى عندي بريكارديوم، ده عباره عن ممبرين. طيب الهارت بيت يعني ايه؟ نبض القلب. نبض القلب ده حرفيا ان انا بقول لك ان الهارت ده كعضله قادره انها تعمل contraction and relaxation. يبقى الهارت بيت او نبض القلب هو عباره عن contraction and relaxation of the heart as a muscle. تمام؟ طيب هل ينفع الهارت بيت تقف؟ ما هي لو وقفت انا كده حياتي انتهت. فبالتالي هي لازم الهارت بيت تبقى regularly throughout the whole lifetime، طول وقت حياتي انا لازم الهارت بيت بتاعتي تبقى شغاله. طيب the structure of the heart بقى، تعالوا نشوف الهارت. الهارت من جوه هنلاقيه عباره عن four chambers. four chambers يعني اربع غرف. احنا قلنا ان هو هولو. هولو، طب هو انت هولو عباره عن غرفه واحده ولا اكتر؟ لا، انا متقسم ل four partitions او four chambers. فتعالوا كده نبص على المنظر ده شكل الهارت بتاعي اكني انا واخده فيه سكشن. هنشوف احنا واخدين سكشن ازاي. الهارت هنلاقيه ديفايدد بحاجه من الطريقتين. لو انا عايز اشوفك بشكل ترانسفيرسلي، يعني ان انا هقطع الهارت كده، ده كده انا بقطعك بشكل ترانسفيرس بالعرض. هتتقسم لايه؟ هتتقسم ل حاجتين هنا او تو تشامبرز هنا وتو تشامبرز هنا. فهتتقسم لتو اتريا وزينين او ليهم اسم تاني اوريكلز. يبقى يا اما اقول ان ده اتريوم. اتريوم يعني سنجل. لو هقول الاثنين يبقى تو اتريا. تمام؟ طيب اقدر اقول اوريكلز؟ اقدر اقول وان اوريكل او تو اوريكلز. وصفكم عامل ازاي؟ بيقول لك يا سيدي انا الابر تو ثين وولد ماسكولار تشامبر. احنا كده كده في الهارت، فانا اكيد عباره عن مصل. طيب المصل بتاعتي في المنطقة دي هل هي thin ولا thick؟ طب لو thin أو thick ليه؟ بيقولك يا سيدي الأوريكل الفانكشن بتاعته إن بيعمل ريسيف للبلد، يعني البلد بيبدأ إن هو يدخل هنا من الفين ده ويبدأ إن هو يخش على الشامبر بتاعي اللي هو الأوريكل. طيب يبقى أنا بعمل ريسيف the blood. استقبال البلد او ان انا اعمل ريسيف للبلد حاجه بسيطه شويه، فانا مش محتاجه ان انا ابقى مصل قويه قوي، فانا هبقى thin wall. يبقى التو اوريكل الوول بتاعها زي ما انتم شايفين المنطقه دي thin رفيعه. طيب لو جينا نشوف الفنتريكل، ده كده عندي منظر الاوريكل. لو جيت اشوف الفنتريكلز، فين الفنتريكل؟ اهو ده كده الفنتريكل بتاعي. يبقى انا عندي هنا الرايت فنتريكل وهنا الليفت فنتريكل. الفنتريكلز بتاعتي على العكس بقى هنلاقيها هي اولا في المنطقه اللور تحت، صح؟ طيب ثيك ولا ثين؟ لا، هلاقيها ثيك وولد ماسكولار تشامبر. ليه انت ثيك؟ عشان الفانكشن اللي انت بتعمليها، يعني انت بتعملي بومب للبلود. بومب يعني اضخ البلود، يعني انا مني انا كتشامبرز هبدا ان انا اودي البلود لاماكن ثانيه وابدا ان انا اضخه للجسم بتاعي. هشوف هضخه لفين بالظبط. فانا بالتالي بما اني هضخ للجسم كله وانا يدوبك هارت بس، يبقى انا محتاج ان الوول بتاعي بالمنظر ده يبقى ثيك وول عشان القبض او الكونتراكشن بتاعي يبقى قوي عشان اقدر ان انا اعمل بامب للبلود. طب لو جينا نقسم الهارت بطريقه ثانيه لونجيتيودينال، يعني قسمته كده، هيتقسم لايه؟ هيبقى عندي الرايت سايد وهيبقى عندي فيه ليفت سايد زي ما اتفقنا. مين الرايت ومين الليفت؟ العكس. يعني انا دي مثلا ساي دي ايدي الرايت، يبقى انا هنا ده الليفت سايد بتاع الهارت لان الحاجه دي قدامي زي ميرور كده. طب والعكس، دي الايد بتاعتي مثلا الليفت، يبقى ده الرايت سايد. دي مهمه جدا. طيب انا لو جيت زي ما قلنا ان انا قسمت الهارت لنصين كده بشكل لونجيتيودينال، هبدا ان انا الاقي ان هنا عندي المنطقه دي رايت ولا ليفت سايد عكس اتجاه ايدي انا. فانا هنا ده بالنسبه لي الليفت، يبقى دي الرايت سايد. يبقى ده عباره عن الرايت اتريوم وده عباره عن الرايت فنتريكل وده عباره عن الليفت اتريوم وده الليفت فنتريكل. فده اللي احنا هنشوفه ان انا كل سايد مني هيبقى عباره عن اتريوم
وventricle مربوطين ببعض بإيه؟ إن أنا بيبقى فيه عندي opening. مهم جدا بقى الopening دي. هل أنا ينفع يبقى ما بيني وما بين بعض كده opening وخلاص؟ لأ، الopening دي بتبقى guarded with valves. يعني إيه valves؟ صمامات. ودي اللي إحنا كمان شوية هنعرف إيه هي valves اللي موجودة في الهارت، وإيه الفانكشن بتاعتها، وإيه البوزيشن بتاعها، وكل التفاصيل. فإحنا دلوقتي نبدأ ناخد valves. الهارت valves عبارة عن أول فولف هتقابلني هي الرايت، يعني في أنهي ناحية في الهاف ده؟ تراي كاسبت فولف. تراي معناها إيه؟ تلاتة. يبقى واضح إن هيبقى في حاجة فيها تلاتة، تمام؟ إيه هي بقى؟ الرايت تراي كاسبت فولف هي عبارة عن فيها 3 فلابس. يعني إيه 3 فلاب؟ فلابينج معناها رفرفة. يعني إيه اللي بيرفرف؟ الطائرة ما بيجي يرفرف بالناحيات وبيرفرف. يعني إيه يرفرف؟ يعني الحركة بتاعته بيبقى أنا بادئة من بوزيشن معين، مثلاً سي أنا بادئة من بوزيشن ده، هيطلع لفوق وينزل لنفس البوزيشن، مش هينزل لتحت. فدي الفرق، إن أنا أقول فلاب أو أقول أي حاجة تانية، تمام؟ فدي الرفرفة. طب أنا عندي كام فلاب؟ عندي 3 فلابس. زي ما احنا شايفين هنا مثلاً، ده كده فلاب وده فلاب وده فلاب. اما يجي يفتحوا هيفتحوا في اتجاه دايركشن معين ويقفلوا عند البوزيشن اللي بداوا منه الفتح، وده مهم جدا عشان البلاد هيتحرك في وان دايركشن. هنشوف الكلام ده. ترايكاسبت فالف دي موجوده فين؟ اللوكيشن بتاعها هي lies between the right atrium and right ventricle. يعني هنا ده الرايت اتريوم وده الرايت فنتريكل. فانا هنا هيبقى عندي الترايكاسبت فالف زي ما احنا ما شايفين كده، ده البوزيشن اوف ذا ترايكاسبت فالف. طيب الفانكشن بتاعتك ايه؟ انا بيبدا البلاد يدخل لي هنا من الفين ده زي ما اتفقنا، ومين اللي بيعمل ريسيف للبلاد؟ هو عباره عن الاتريوم. طيب الاتريوم ده هيبدا ان هو البلاد عايز يتحرك من الاتريوم يروح للفنتريكل. طب هيكمل كده ازاي؟ لازم الترايكاسبت فالف تبدا انها تفتح وتعدي البلاد للفنتريكل، بعدين تقفل عشان تمنع الباكورد بتاع البلاد تاني للاتريوم. نشوف تاني فولف عشان التو فولفز ليهم فانكشن واحده. تاني فولف هتقابلنا اسمها ليفت باي كاسبت فولف. باي كاسبت كده عرفنا بقى، يبقى انا اكيد هيبقى عندي تو فلابس اونلي. طب شكلها فين؟ اهو شايفين المنظر، هو تو فلابس زي ما احنا ما شايفين، ده فلاب وده فلاب. ليها اسم تاني، اسمها ميترال فولف. يبقى انا لو قلت ليفت باي كاسبت فولف او ميترال فولف واحد، ليفت يبقى انا اكيد ما بين الليفت اتريوم وما بين الليفت فنتريكل، يبقى هي دي الفالف بتاعتي، ده البوزيشن بتاع الميترال فالف. طيب اللوكيشن زي ما احنا ما قلنا lies between the left atrium and left ventricle. طب الفانكشن بتاعتنا احنا الاثنين الرايت ترايكاسبت فالف والليفت هتبقى عباره عن ايه؟ الفانكشن بتاعتي انها بتعمل allow للبلود to pass from the right atrium to the opposite ventricle. يعني انا لو في tricuspid valve يبقى اتحرك من ال right atrium لل right ventricle. طب لو في ال bicuspid هتحرك من ال left atrium لل left ventricle، يبقى in one direction. يبقى هعمل prevent ان ال blood يعمل return back to the atrium. ما ينفعش ال blood يرجع تاني. طب هل ده واقع عند كل الناس؟ لا، في حاجة اسمها blood recharge، يعني ارتجاع الدم. ده طبعا حالة ديزيز، يعني دي حالة مرضية. في بعض البيشنتس بيبقى عندهم الفلابس دي او الفالفز دي فيها مشكلة، فيها ديفو او المصل فيها مشكلة. المصل ايه الهدف؟ المصل اصلا شايفين المنظر ده كده؟ في زي تندونز بسيطة ربطالي المصل بتاع الفنتريكل بي الترايكاسبت فالف وهكذا البايكاسبت فالف. دي لو قصرت فمعناه ان انا بفتح البوابه بتاعتي او بفتح الفالف، لو حصل لها امتداد فبتبدا ان الفالف تتقفل، تمام؟ فبالتالي اي خطا في المنطقه دي سواء في الفالف ذات نفسها او في المصل ذات نفسها بيحصل مشكله. المشكله دي ممكن تكون بسيطه لو الريجيرج بسيط بتاع البلاد، يبقى تمام الدنيا تبقى ماشيه بسيطه ببعض البريكوشنز او بعض الاحتياطات اللي بتقلل البيشنت، او ممكن تكون كبيره تحتاج تدخل جراحي او سيرجري. فاحنا بالتالي نبقى فاهمين ان ده النورمال للشخص الهيلثي، مش معنى كده ان ده ما بيحصلش، بيحصل بس بيبقى ديزيز. طيب نتكلم بقى على تاني اتنين فالفز هنقابلهم، واللي هم اسمهم السيمي ليونر فالفز. الفالف دي والفالف دي فين البوزيشن بتاعهم؟ انا عندي تو فالفز، فالف اسمها ايورتيك فالف وفالف اسمها بالمونري فالف. نعرف ان الفالفز دي موجوده في ارتريز. طيب شكلكم ايه انتوا الاثنين؟ عباره عن سيمي ليونر فالف. طيب
وظيفتكم ايه او مكانكم فين؟ شايفين ده المنظر هنا، ده الايورتا. الايورتا اللي هو الشريان الاورطي، ده اللي بياخد البلد من الفنتريكل، انهي رايت ولا ليفت؟ لا هنا، يبقى انا بالنسبه لي الليفت فنتريكل، واخده منه هيبقى اوكسجينيتد بلد واوزعه على ذا هول بودي، على الجسم كله، ده الايورتا. طيب نركز كده ان انا الحاجه او البلد فيسل اللي فيه البلد اوكسجينيتد بيبقى لونه ريد. لما يكون البلد فيسل باللون ده البلو، معنى كده ان ده دي اوكسجينيتد بلد، يعني الدم بتاعي فيه ثاني اكسيد الكربون او الكربون دايوكسيد. دي رول وهنعرف ايه سببها قدام. طيب عندي ده ارتري تاني اسمه بالمونري ارتري، ده رايح لللنجز، خارج من الهارت ورايح لللنجز. طب هيعمل ايه؟ واضح كده ان البلد اللي هيمشي في المنطقه دي هيبقى دي اوكسجينيتد كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، فيبدا يروح لللنج، يحصل الجاز اكستشينج، نطرد ثاني اكسيد الكربون ونرجع ناخد الاكسجين فيدخل من مكان تاني، هنشوف ايه هو. طيب فين بقى الفالفز بتاعتي؟ البالمونري ارتري الفالف اللي جنبه دي اسمها بالمونري فالف. طب الايورتا الفالف اللي جنبه اسمها ايورتيك فالف، بس بمنتهى البساطه. طب نعرف بقى البوزيشن والفانكشن. اللوكيشن بتاعي او البوزيشن بتاعي فين؟ طبعا انا موجوده في الكونكشن اوف ذا هارت ويز بوث ايورتا اند بالمونري ارتري، وده اللي احنا شفناه من شويه. طب الفانكشن بتاعتي ايه؟ الفانكشن بتاعتي ان انا بعمل allow للبلد to pass from two inside the arteries in one direction. يبقى انا بتحرك من الventricle للارتري كده بالمنظر ده، وبتحرك من الventricle للارتري وامنع الباك او return back of the blood to the two ventricles عشان امنع ريدرج نفس النظام. طب برضو ممكن يحصل ديزيز؟ اه ممكن يحصل ديزيز برضو في الفالفز دي، لو حصل اي مشكلة بيحصل blood ريدرج. تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا ان السيركيلاتري سيستم عباره عن 3 مين كومبوننت. البارت ده كنا بنتكلم على الهارت. هنبدا بقى نشوف موديل يوضح لي الهارت، الاستراكشر اوف ذا هارت بالكامل، الشامبر شكلها عامل ازاي، البلود فيسلز المين بلود فيسلز اللي ماسكه فيه عامله ازاي، البلود فلو ازاي بيتحرك البلود انسايد ذا تشامبرز اوف ذا هارت في الموديل الجاي ده. طيب تعالوا بقى كده نشوف ده كده شكل الهارت كما لو انه مصل، بس ده الدورسال فيو بتاعي اكن الهارت من ورا. تعال نشوف لو اكني عملت كات او قطعته بشكل لونجيتيودنال هيبقى شكله عامل ازاي. فين التشامبرز وفين الفالفز بتاعتي وفين الفينز والارتريز بتاعتي؟ شايفين المنظر ده؟ انا عندي اهو في ده الرايت اتريوم، وهنا الليفت اتريوم، و هنا عندي ال right ventricle و ال left ventricle. نركز في ال wall بتاعي بتاع ال chamber، هنا thin wall، هنا thick، وهنا اكتر حاجة thick عندي هيبقى في ال left ventricle. طيب لو جينا نشوف ال veins او ال arteries بتاعتي، اتفقنا ان الحاجة اللي بالبلو يبقى كده فيها دي اوكسجينيتد، يعني في كربون دايوكسيد، والحاجه اللي هنبقى مدينها الكالر الريد يبقى معنى كده انها اوكسجينيتد. تمام؟ طيب الفينز اللي عندي والارتريز عباره عن ايه؟ اول فين هيقابلني هنا اللي هو السوبيريور فينا كافا. سوبيريور لانه فوق، اللي تحت ده هيبقى الانفيريور. وهنا عندي الايورتا اللي هو الشريان الاورطي، وهنا عندي البالمونري ارتري. اللي جاي من الجنب ده اللي كان باين لي في الفيو اللي ورا ده عباره عن البالمونري فين. البلود ماشي ازاي عندي؟ البلود ماشي من الفينا كافا، بدا ان هو يدخل على الرايت اتريوم، فعشان كده قلنا ان التو اتريا بيستقبلوا او بيعملوا ريسيف للبلود. بدأ ان هو الفولف دي اللي هي التراي كاسبت فولف بدأ يعمل اوبننج، فالبلود اتحرك من هنا ودخل على مين؟ دخل على الرايت فنتريكل. خلاص يبقى دخل، يبقى هنا الفولف هتبدأ انها تعمل كلوشر، وبعدين ان هي تقفل، وبعدين الفولف التانية اللي رايحة على البالمونري ارتري هتبدأ انها تفتح، فالبلود يتحرك في one direction اللي هو الاتجاه للبالمونري ارتري يروح لللنج.
الناحية التانية البلود اللي جاي لي من اللنج اللي فيه اكسجين فبالتالي داخل لي من الفين بالمونري فين فداخل هنا صبب في وان اتريوم اللي هو انهي الليفت ولا الرايت الليفت بس وهناخد كمان ده كله في السيركيليشن في الليسن اللي جاي بالتفصيل اكتر من كده هيخش على الليفت اتريوم وبعدين يبدا ان هو يفتح الباي كاسبت فالف او الميترال فالف دي ويدخل على الليفت فنتريكل دخل على الليفت فنتريكل يبدا ان الفالف دي اللي هي بتاعه الايورتا اللي هي الايورتيك فالف تفتح ويعدي البلود يمشي بقى هنا ويروح للكل الجسم بتاعي بالنسبه للهارت بيتس او نبض القلب هو جاي منين او بيحصل ازاي اول حاجه محتاجين نعرفها ان هو عباره عن زي ريثميك او ريجولار هارت بيتس بتبقى اوريجينيتد فروم ذا كاردياك تيشو اتسلف شايفين المنظر ده كده الهارت من بره فهو عباره عن كاردياك ماسل من الكاردياك تيشو ذات نفسه بتبدا الهارت بيتس بتاعتي طب ازاي او ايه الايفيدنس على كده اللي حاصل ان احنا لقينا ان الكاردياك ماسل بتبدا انها تعمل بيتنج بشكل سبونتينيوس بشكل مستمر طب لو احنا شلنا الهارت بعد ما بنشيل الهارت برضو بيحصل continuous beating regularly بينبض القلب فترة او حبة بالرغم من ان انا عامليله اصلا disconnection عن البادي كله طب يعني ايه disconnection عن البادي كله؟ يعني النيرفز اللي بتضخ لو انا اي organ عادي النيرف هو اللي بيبدأ يعني لو ده كده مثلا ده النيرف بتاعي العصب هو اللي بيبدا يدي الاشارات من البرين او السباينال كورد ويقول الاورجان ده اعمل حاجه فلانه الفلانيه فمنطقي ان اي اورجان لو شلته هيبدا ان هو يقف صح الهارت مختلف لقوا ان الهارت لو شلناه بيفضل يعمل بيتنج فمعنى كده ان هو بيعمل انيشيشن للبيتنج بنفسه كمصر فنعرف بقى مين المسؤول عنها وازاي الهارت بيتس عندي عباره عن حاجه اسمها الكتريكال نيرف امبولسز يعني كما لو انها زي امبولس عصبي تمام بالمنظر ده مين اللي بيبداوا اللي بيبداوا عندي حاجه اسمها الساينو اتريال نود شايفين النود دي اسمها الساينو اتريال نود اتريال عشان هي موجوده في الاتريوم ساينو عشان هي قريبه من السوبيريور فينا كافا يبقى الساينو اتريال نود بتودي النيرف امبلس بتاعها اللي هي اصلا بتعمله انيشيشن او بتبداه بتوديه على النود اللي بعدها اللي هي الاتريو فنتريكولار نود فالاتريو فنتريكولار نود هي النود دي فيبدا انا كده الامبلس بتاعي يتحرك وراح للليفت اتريوم والرايت اتريوم وبدا ان هو يقدر يخلي الليفت والرايت اتريوم يعملوا كونتراكشن انتقل الاتريو فنتريكولار نود عشان باقي الهارت يعمل كونتراكشن كمان من الاتريو فنتريكولار نود هيبدا يتحرك في حاجه اسمها هيس فايبر شايفين دي كده البندل اوف هيس الرئيسيه هتديني تو فايبرز اللي هم هيس فايبرز بعد كده هيبدا هيس فايبر توديها للبوركينجي فايبرز شايفين الفايبرز الصغيره قوي دي اللي رايحه مليالي الكل الوول بتاع الفنتريكل هو دي البوركينجي فايبرز يبقى انا كده ده كيفيه انتقال النيرف امبولس من الساينو اتريال نود لكل الهارت موسل عشان تبدا تعمل الكونتراكشن طيب فين الاوريجين اوف ذا هارت بيت اول حاجه احنا قلنا ان الاوريجين بتاع الهارت بيت الحاجه اللي هي الساينو اتريال نود فنتكلم عنها الساينو اتريال نود هي عباره عن اصلا باندل اوف ماسكولار فايبرز يعني انت مش نيرف ولا حاجه لا انا عباره عن ماسكولار فايبر موجوده فين موجوده في الرايت اتريال وول وقريبة من الـ side of connection with the large veins اللي هو زي ما احنا اتفقنا الـ vena cava فبالتالي ده الـ position بتاع الـ sino atrial nodes نكمل كلام عنها انا بالنسبة لي دي عبارة عن حاجة اسمها الـ pacemaker يعني ايه pacemaker؟ عارفين منظم ضربات القلب؟ في منظم ضربات قلب ممكن بيتحط بسيرجري كده بسيطة عشان ينظم ضربات القلب الـ pacemaker او اللي بيعمل نبضة القلب الاساسية اصلا هي الـ sino atrial node ودي حاجة لازم نعرفها ليه بقى؟ لان انا عندي الهارت بيت الطبيعي النورمال هارت بيت 70 بيت بير مينت ده النورمال والنورمال ده مش بيبقى في الطبيعي اصلا لان في حالات كتير بتحصل تغيرات فسيولوجيه هي اللي بتؤدي ان الهارت بيت يزيد او يقل وهنعرفها طيب مين اللي هيأثر ان يعلي عن النورمال او يقلل عن النورمال انا النورمال اللي بيعمله هو الساينو اتريال نود بالكونكشن بتاعها بباقي النودز عشان اغير البيت من 70 بيت بير مينت
عندي two nerves. أول نيرف اسمه parasympathetic nerve. تاني نيرف اسمه sympathetic nerve. ده مسؤول عن إيه؟ مين اللي هيعلي ومين اللي هيقلل؟ مين اللي هيعمل increase ومين اللي هيعمل decrease؟ parasympathetic nerve هو اللي بيبدأ يعمل decrease the rate of heartbeat. decrease عن إيه؟ عن النورمال. يبقى هيبقى less than 70 beat per minute. طب وsympathetic؟ السمباثيتك هيبدا ان هو يعمل increase the rate of heartbeats more than 70 beat per minute. طب هيشتغلوا بناء على ايه؟ يعني ايه اللي هيخلي الباراسمباثيتك نيرف يشتغل او السمباثيتك نيرف يشتغل؟ ده اللي احنا هنعرفه كمان شويه. بس نبدا ان احنا ناخد كده هنت بسيط ان انا عشان ده يشتغل او ده اللي بيأثر عليا حاجتين، يا إما حاجة فيزيكال على جسمي هتأثر عليه، يا إما حاجة فيسيولوجيكال. فيسيولوجيكال يعني تغير في طبيعة الجسم ذات نفسه أو وظائف بتاعة الأورجنز بتاعتي. فيزيكال إن أنا مثلا أعمل مجهود، أروح الجيم، أطلع سلم، ده كله تغيرات هتؤدي إلى تغير الـ number of heartbeats. إيه التغيرات دي بقى؟ أول حاجة أصلا من أساسه إحنا لازم نبقى عارفين الـ heartbeats دي بتعمل إيه؟ وظيفة البيتنج ان احنا نعمل بومب للبلود. طب البلود اللي بيعمل له بومب 70 بيت بير مينت بتعمل بومب ل تقريبا حوالي 5 لترز اوف بلود ان ايتش مينت. كل مينت 5 لتر من البلود بيبدا ال 70% من البيت دول يقدروا ان هم يضخوا 5 لتر بحاله. عشان ده اصلا بيكافئ التوتال اماونت اوف بلود. فانا كده بعمل في كل مينت بعمل بومب للبلود كميه البلود ال 5 لترز اللي في جسمي. ناخد بقى الحتة اللي احنا وقفنا عندها في السلايد اللي فاتت، الـ rate of heartbeats امتى يحصل له decrease؟ بيحصل decrease في حالة الـ sleeping. لو انا نايم الـ heartbeat لازم ابقى عارف ان هو اقل من الـ 70 beat، فدايما بيبقى مثلا حوالي 60 كده. فانا بالتالي لو جيت اقيس نبض القلب لحد نايم ولقيته اقل من 70 ما اتخضش واقول يا لهوي ده عنده ضربات قلب قليله، ده في مشكله قلبه هيقف. لا ما فيش الكلام ده. اثناء السليبنج اصلا انهي بقى نيرف اللي هيشتغل، السمباثيتك ولا البارا سمباثيتك؟ البارا طبعا عشان بيعمل ديكريز للهارت بيت. طب ايه الحاله الثانيه؟ في حاله السادنس لو احنا متضايقين قوي ممكن اوقات الواحد لما بياخد كده صدمه مضايقه ممكن ناس بيحصل لها زي جيت فنتد او بيغمى عليها، ده نتيجه ان انا الهارت بيت بتاعي قل وانا بعمل مجهود. يعني انا مش نايم ولا حاجه، انا واقف وواخد حاجه عملت لي سادنس رهيب وبدا ان الهارت بيت يقل، فالبلود بريشر طبعا بيقل جامد فممكن يحصل حاله اغماء، مع ان طبعا في حالات تانيه كتير للاغماء زي مثلا فقر الدم او حاجات تانيه كتير. طيب امتى بيحصل انكريز بقى؟ انكريز في العكس، انا لما اجي ابدا اعمل ويكينج اب او ابدا ان انا اصحى من النوم بيبدا الهارت بيت بتاعي يزيد بشكل جراديوالي. وركزوا قوي في حوار جراديوالي، دايما لما نيجي نقوم من النوم لو احنا قمنا مره واحده سريع بيحصل لنا زي دوخه. ليه؟ انا الهارت بيت بتاعي وانا نايم بمقدار قليل اقل من ال 70 بيت، انا محتاجه ان انا اعلى لغايه ما اوصل لل 70. طيب انت لما تيجي تقوم مره واحده يبقى انت كده اكنك نقلتني لوضعيه ان انا يبقى عالي وانا ما عنديش الطاقه لده وما عنديش الانرجي ده ولا الاكسجين ده، فبالتالي بيبدا ان يحصل الدوخه البسيطه دي. فلازم نقوم بالراحه زي لغايه ما الهارت بيت بتاعي يزيد برده بالراحه. مين اللي هيشتغل هنا؟ السمباثيتك نيرف طبعا. طبعا العكس بقى السادنس هيبقى الجوي ستيتس. لو انا رايح اعمل حاجه وانا انترستد ليها ضربات قلبي الهارت بيتنج هيزيد، لو انا شايف حد انا بحبه او كده الهارت بيتنج بتاعي هيزيد. اي جوي ستيت هتمر بيها هتلاقي الهارت بيت بيزيد مش بيقل. اخر حاجه بقى لو انا بعمل اي فيزيكال ايفورت، رايح الجيم، طالع السلم. في سؤال ممكن يجي لك، حد طالع مثلا الستيرز طالع السلم وشايل في ايده شنطه، حد تاني طالع السلم ومش شايل في ايده الشنطه، وحد تاني نازل السلم، مين هو اللي هيبقى الهارت بيت بتاعي زايد او مين اللي هيشتغل فيه السمباثيتك ومين الباراسمباثيتك؟ طبعا انا لو اقصى حاجه او اقصى هارت بيت بتاعي هيبقى لحد شايل حاجه هيفي تقيله، فده يعتبر فيزيكال ايفورت، وانا طالع عكس الجرافيتي عكس الجاذبيه الارضيه فده برضو ايفورت اكسترا، فبالتالي الهارت بيت بتاعي هيبقى اعلى حاجه في الشخص اللي عامل ده. طيب نبدا نشوف الميكانيزم اوف هارت بيت واللي احنا تقريبا شبه قلناه فهنمر عليه سريعا. اول حاجه عندي ان الساينو اتريال نود بتبدا انها تبدا الام نيرف ام بلس بتاعها وتعمل استيميوليشن للكونتراكشن بتاع التو اتريا.
بعدين بيبدأ الالكتريكال نيرف امبولس يبدأ يتنقل يروح للاتريوفنتريكولار نود. فالاتريوفنتريكولار نود هتبدأ انها تنقلها لباقي كل الاجزاء اللي جاية، فيبدأ ان هو يعمل كونتراكشن بعد كده للفنتريكلز. طيب نشوف بقى الحوار ده يتم ازاي. من الاتريوفنتريكولار نود يروح لهس فايبر، ومنها هيبدأ يتنقل على الانترفنتريكولار سيبتوم. فين هو؟ المنطقة دي عبارة عن سيبتوم او حاجز ما بين الفنتريكل ده والفنتريكل ده، فبالتالي ده بنقول عليه انتر يعني بين فنتريكولار، هو فنتريكلز يعني سيبتوم فاصل. فين مين اللي في الانتر فنتريكولار سيبتومز؟ هنلاقي طبعا الهس فايبر، وبعد كده تنقلها للبركينجي فايبرز، فيبدا كل الفنتريكلز تبدا تعمل كونتراكشن. كده احنا عرفنا ازاي الميكانيزم اوف هارت بيت. نشوف بقى الساوند اوف هارت بيت ازاي بيبقى في عندي صوت للهارت. الهارت بيتس عندي في تو ساوندز، نركز قوي بقى. اول ساوند اسمه لوب ساوند، التاني اسمه دوب. وركزوا ان الدوب انا الصوت بتاعي تحسه ان هو كده شارب وفي نفس الوقت شورت. نركز في الكلام ده. الساوند بتاعي كلمة لوب أو دوب دي مش حاجة مصطلح، لأ ده حرفيا أكني بوصف الساوند بتاع الهارت. يعني لو عايز أقلد الساوند هو عبارة عن لوب دوب لوب دوب، فده أكني بكتب كلمة بتعبر عن الساوند بتاعي. طب ده بيحصل إمتى وده بيحصل إمتى؟ اللوب ساوند بيبقى عبارة عن ساوند طويل لونج بس لو، يعني رتمه أهدى. لوب انا اكني بنطق كلمة لوب، فيبقى طويل طويلة شوية ولو. ده بيحصل امتى؟ يعني ايه اللي يخلي الساوند ده يظهر؟ بيحصل لما يحصل كلوشر للتو فالفز اللي ما بين الاتريا والفنتريكلز. طب ازاي؟ افتكروا كده على طول ان انا لو انا بفتح الباب مش هيعمل صوت زي ما انا لو رزعت وانا بقفل. فيبقى انا عندي التو ساوندز اللي هيظهروا بقفل او الكلوشر بتاع الفالفز بتاعتي. يبقى بقى لنا تاني حاجه نعرفها انهي فالفز في انهي ساوند. اول ساوند عندي اللي هو الساوند اللونج واللو، ده بيظهر لما يحصل كلوشر لاول تو فالفز الرئيسيين، الترايكاسبيد فالف والبايكاسبيد فالف اللي ما بين التو اتريا والفنتريكل. طب تاني ساوند بقى، تاني ساوند بيبقى شورت، انا هقول دوب. فانت هتلاقي انا نطقتها بشكل قصير وفي نفس الوقت هي هارد شويه في النطق بتاعها، عشان البي حتى دي بي بوك يعني، ودي بي بن. طيب دول نتيجتهم ايه بقى؟ الصوت ده، الصوت ده نتيجه الكلوشر بتاع الايورتيك والبالمونري فالفز اثناء الفنتريكولار ريلاكسيشن. طب هناك كان اثناء ايه؟ كان اثناء الفنتريكولار كونتراكشن. يبقى انا زي ما احنا اتفقنا في الموديل اللي احنا شفناه، كان الفنتريكل بيعمل كونتراكشن وقتها، خلاص انا هعمل كونتراكشن يبقى انا لازم اقفل الفالف عشان امنع ان البلاد يرجع تاني في نفس الباك واي. طب والناحيه الثانيه، اما بعمل انا ريلاكسيشن هبدا الفنتريكل يرتاح. هيرتاح امتى؟ لما يكون خلاص دخل البلاد في البالمونري ارتري ودخله في الايورتا، فانا خلاص ارتحت ما بقاش في عندي بلوك، فابدا ان انا اعمل ريلاكسيشن. فده نتيجه الكلوشر بتاع الاورتيك والبالمونري فالفز. تعالوا نشوف موديل يعرفنا الساوند اوف هارت بيت. انا عندي دلوقتي هنشوف الموديل ازاي الفالفز بتقفل وتفتح، وعايزاكم تركزوا قوي في الساوند اللي معايا مع الكلوشر والاوبننج بتاع الهارت بيت. هنركز على ايه؟ هنركز على الفالفز وهي بتعمل الكلوشر وهي بتقفل، ونسمع الصوت في الوقت بتاع الكلوشر او في الوقت بتاع القفل بتاع الفالفز. كده احنا عرفنا الهارت بيت بتتعمل ازاي، او بتبقى المنشأ بتاعها ايه والميكانيزم بتاعها، وكمان الساوندز اللي بتطلع نتيجة البيتنج بتاعنا. انا عندي البلود فيسلز هو كان السكند كومبوننت من السيركيلاتري سيستم. طب مين انواع او التايبس بتاعت البلود فيسلز بتاعتي؟ البلود فيسلز انكلود 3 مين تايبس. طيب هنشوف شكل البلود فيسلز اللي عندي ونعرفهم واحد واحد. ده شكل البلود فيسلز،
أول حاجة عندي هنلاقيها الـ arteries، ده شكل الـ artery. تاني حاجة الـ veins، ده شكل الـ vein. تالت حاجة عندي الـ blood capillaries، وهنا بنشوف الـ blood capillaries بتاعتي. نتكلم عن أول حاجة الـ arteries. الـ artery عندي عشان نفرقه عن الـ vein في حاجة أساسية ما بين كل الـ arteries وبعضها، اللي هي بتعمل carry للـ blood from the heart to other body parts، بمعنى إن كل الـ arteries هتبقى خارجة من الـ heart ورايحة لباقي الجسم بتاعي، مفيش حاجة داخلة على الـ heart، لأ هي جاية تخرج من الـ heart. تاني حاجة كل الـ arteries متشابهة فيها إن هما بيبقوا buried among the body muscles، بتبقوا مدفونين، يعني مش موجودين بشكل superficial، مش موجودين بره. طيب ده المنظر بتاعي بتاع الهارت. محتاجين نعرف كام معلومة عن الارتريس. اول حاجة ان الارتريس كلها بتشيل oxygenated blood، زي ما اتفقنا في البارتس اللي قبل كده ان الoxygenated blood هنلاقي الحاجة اللي فيها oxygenated blood هيبقى لونها red. طيب نعرف بقى ان الارتريس معظمها فيها oxygenated blood ما عدا بس البالمونري ارتري اللي هو ده. انا كنت طول ما انا بتكلم بقول بالمونري ارتري ولونه ايه؟ لونه بلو، يبقى بالتالي هو فيه دي اوكسجينيتد بلاد، ده الاكسبشن الوحيد اللي عندي. ليه؟ هو ستيل كارينج البلاد فروم هارت تو اذر بودي بارت، اللي هو مين الاذر بودي بارت؟ هو التو لانجز، يبقى انا ارتري بس بحمل دي اوكسجينيتد بلاد. فين البالمونري ارتري؟ هو ده. طيب عندي حاجه زي الايورتا، ده عبارة عن برضو artery، ولكن الartery ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هو بيحمل oxygenated blood، فعشان كده لونه red. طيب نتكلم بقى عن الarteries، الشكل بتاعها او layers بتاعتها عبارة عن ايه؟ هنلاقي ان انا عندي اول حاجة الاوتر layer اللي هو ده. الاوتر layer بيبقى عبارة عن connective tissue. طيب تاني layer عندي هي middle layer، وتبقى عبارة عن involuntary muscles او ethmoid muscle، يبقى دي اللاير التانية عندي، وهي بتبقى thick طبعا غير الاوتر لاير او الانر لاير، بتبقى contract and relax. ليه؟ لان هي muscle، فالمسل وظيفتها الاساسية انها تعمل contraction او relaxation، بس الارتري بيبقى تحت الكنترول بتاع النيرف فايبر، مش زي الهارت هو كان بيبدأ البيت بتاعته او بيبدأ contraction وrelaxation بنفسه، لا احنا هنا عندنا نيرف فايبر هو اللي بيتحكم. تاني حاجة نعرفها عن الهارت ان هو بيقدر يعمل pulsation، يعني بيعمل زي نبض، بنقدر نحس بنبض الارتري عكس الفين. نخش على layer اللي بعدها اللي هي الانر layer، ليها اسم تاني endothelium. الاندوثيليوم هي عبارة عن one row of thin epithelial cells، زي ما احنا ما شايفين كده، ده one row of thin epithelial cells، بس في معاها elastic fibers في layer جنبها. ليه؟ عشان خاطر الإلاستيك فايبر ده هو اللي بيعمل أو بيوفر الإلاستيستي أو المرونة للأرتري بتاعي، فبالتالي يقدر إن هو يعمل بوش للبلاد أثناء الكونتراكشن أوف ذا فنتريكل. أنا دلوقتي وظيفتي إن أنا بنقل البلاد من الفنتريكلز وأبدأ أوديها لكل البادي بتاعي، فبالتالي أنا محتاج إن أنا يبقى عندي في درجة من المرونة عشان ما يحصلش دامج للأرتري. طيب ننقل بقى على the second blood vessel عندنا اللي هو ال veins. أول حاجة ال veins عكس ال artery، فهنلاقي ال veins بيعمل carry لل blood from all body parts to the heart، يبقى أنا داخل على ال heart مش خارج منه. طيب داخل وهدخل معايا ال blood، طب ال layers بتاعتي عبارة عن إيه وأنا بعمل blood إيه؟ ال blood اللي جوايا معظمه deoxygenated، ليه؟ أنا باخده من ال body parts، فالبادي عمل بقى كل السيلولار ريسبيريشن وبقى فيه كربون دايوكسيد، فمنطقي جدا ان انا وانا بجمع من الجسم هجمع بلود فيه كربون دايوكسيد، فيبقى دي اوكسجينيتد بلود. طب مين الوحيد اللي هيبقى الاكسبشن اللي عندي؟ هو برضو البالمونري فين، زي ما هناك كان البالمونري ارتري هو الاكسبشن. زي ما شفناه قبل كده هو كان بيفتح في الليفت اتريوم يبدا ان هو يدخل فيه البلود اللي هو الاكسجينيتد بلود. طيب نبدأ نشوف اللايرز بتاعتي أنا كفين، اللايرز عاملة ازاي؟ هنلاقي إن الفين نفس الوالز بتاعة الأرتري بالظبط، اللي هو أوتر وإنر وميدل لاير، بس فيه شوية اختلافات بسيطة. طيب إيه أول فرق عندي؟ أول فرق
ان انا الالاستيك فايبرز اللي موجوده في الانر لاير هي هتبقى هنا رير، هتبقى قليله غير الارتري. الارتري كان مليان الاستيك فايبرز، ليه؟ لان هو هناك محتاج ان هو يعمل بامب للبلد، انما هنا يدوبك بعمل ريسيف، فبالتالي الاستيك فايبرز هتبقى قليله. تاني حاجه ان الميدل لاير بتاعتي اللي هي بتاعت الاثموز موسل هتبقى لسك او اقل في السمك، لان انا برضو مش محتاج ان انا ضخ بلاد كتير، فبالتالي مش محتاج ان المصل تبقى تخينة قوي زي اللي في الارتري. فبالتالي الوول لازم نعرف ان الوول بتاع الفين بيبقى thinner than the wall of the artery. ليه؟ لان المصل بتاعتي قليلة. هناك كنا قلنا ان في pulsation بيحصل او في نبض بنحسه من الارتري، في الفين مش بنحس بالنبض. طيب ايه كمان محتاجين نعرف؟ في حاجة كده ان انا بعض الفينز مش كلها بيبدأ ان يظهر لي ان فيها فولف، زي ما احنا ما شايفين كده دي عبارة عن فولف داخل الفين. طيب مين الاكزامبل اللي عندي اللي بيبقى فيه فولف؟ حاجة زي مثلا اللمبس فينز، الفينز اللي موجودة في اللمبس، في الفور لمب او الهايند لمب، ايديا ورجليا، او اللي بتكون في الاغلب قريبة من السكن سيرفس. كده كده الفينز بتبقى قريبة من السكن. طيب الهدف بتاع الفولف ايه؟ الهدف بتاعها انها تعمل prevent او تمنع الباك فلو اوف بلاد. انا مش عايز الدم يرجع تاني للبودي، انا محتاجه اوديه على الهارت، فبالتالي انا بوديه في one direction بس to the heart. ايه الايفيدنس بقى على ال presence of valves in some veins؟ اللي اشتغل عليه كان عالم اسمه ويليام هارفي، ده عباره عن عالم انجلش، عالم انجليزي بدأ ان هو يشتغل الشغل بتاعه في 17th century، في القرن ال 17، بعد ما اصلا كان ابن النفيس اكتشف ال blood circulation في القرن العاشر. يعني ابن النفيس اكتشف ال circulation وبدأ ان هو هارفي اشتغل بعد كده بعده في القرن ال 17 عشان يكتشف ان الفينز فيها بعض الفولفز. طيب لقى ايه بقى؟ طب هو عارفها منين او اكتشفها ازاي؟ احنا عارفين لو احنا جبنا حد كده ووقفنا دراعه وبدأنا ان احنا نربط باندج او نربط رباط تخين عند ناحية الكوع بتاعه، هنلاقي ايه؟ هنلاقي في حاجات لونها اخضر كده بدأت انها تبرز، هي دي الفينز بتاعتي. لو جيت احرك ايدي هنلاقي ان البلاد متجه في اتجاه واحد بس، ناحية الهارت. معنى كده ان في حاجة بتمنعه ان هو يرجع تاني، يبقى معنى كده ان انا في عندي بولز في الفينز اللي موجودة في اللمبس. نخش بقى على البلود كابيلاريز، وهي اخر بلود فيسل عندي. ده الشكل بتاعي بتاع البلود كابيلاريز، هنشوف هو فين بالظبط. البلود كابيلاري هو حاجه عباره عن تايني مايكروسكوبيك فيسلز، يعني شايفين ده الفيسل بتاع الارتري والفين، شايفين الحجم؟ شايفين بقى الصغير ده؟ ده كده عباره عن البلود كابيلاري، فبالتالي هو صغير. طيب مكانه فين؟ هو موجود ما بين الارتريولز مع الفينيولز. فين الارتريولز والفينيولز؟ ده كده الارتري وده كده الارتريول، هنا الفين وهنا الفينيول، اللي ما بينهم الاثنين ارفع حاجه هو ده البلود كابيلاري. ده كده المنظر بتاعي بتاع البلود كابيلاريز. طيب مين اللي بدا يكتشف اصلا البلود كابيلاريز؟ ده عالم ايطالي اسمه مالبيجي، بدأ ان هو يكتشفه برضه في نفس الوقت اللي كان شغال فيه هارفي، اللي هو في القرن 17، فبالتالي هو completed the work بتاع هارفي. طب الفانكشن بتاعت الكابيلاريز ايه؟ احنا عرفنا هناك الارتري مين بيشيل اكسجينيتد ومين بيشيل نون اكسجينيتد. طب البلاد كابيلاري وظيفته ايه؟ هو بيبقى موجود فين؟ هو ما بين السيلز اوف ذا اول بودي تيشوز. يبقى انا المفروض في المكان ده هيبقى فيه السيلز بتاعت البودي تيشو، وانا عايز انقل حاجه من الارتري مثلا الفود والاكسجين للسيل، واخد من السيل الكربون دايوكسيد والويستس انقلها على الفينيولز وبعد كده الفينز. فبالتالي انا وظيفتي ان انا بنقل الحاجه تمام من السيلز بتاعتي وابدا ان انا اوديها لباقي البلود فيسلز، سواء ان انا هدي للسيل هعمل لها سبلاي للريكويرمنت بتاعتها او هاخد منها. ده كده الفانكشن بتاعه البلود كابيلاريز. محتاجين نشوف الشكل بتاعها او الاستراكشر بتاع الوول بتاعها ايه. اول حاجه هي very thin، بتتكون من one cellular layer، هي one cellular layer بس، فبالتالي التكنيك بتاعها قليل جدا 0.00001 ملليمتر.
ده الشكل بتاعي اكن انا واخده بلاد كابيلاري ومكبراه جدا جدا، هو 1 لاير من السيلز بس. تاني حاجه لازم نعرف نوع السيل. نوع السيل بتاعي هيبقى عباره عن ابيثيليال سيلز، لان دايما الابيثيليال سيلز ليها فانكشن انها تقدر تعمل ابزوربشن للحاجه وتقدر انها تخرجها منها، فده لازم يكون هو عباره عن ابيثيليال سيلز، نسيج طلائي. ايه كمان انا عايز اسهل ان انا اخد الحاجه منه وانقلها للسيل، او اخد من السيل وانقلها للحاجه التانية، فبالتالي هيبقى في زي تايني بورز ما بين السيلز وبعضها عشان تعمل فاسيليت للكويك اكسشينج اوف سبستنس بتوين ذا بلاد اند سيلز اوف تيشو. ايه كمان محتاجين نعرفه الديامتر بتاعها ايه؟ الديامتر بتاعها صغير جدا، from 7 to 10 مايكرون. طيب يلا بينا بقى نشوف فيديو يعمل سامري لكل الكلام اللي احنا خدناه. Blood vessels, arteries, and veins. There are three types of blood vessels in our body: arteries, veins, and capillaries. Arteries carry blood away from the heart to all the other parts of the body. There are blood vessels with thick walls. Arteries are of two types: systemic arteries. They carry oxygenated blood from the heart to the other parts of the body. Pulmonary arteries, they carry deoxygenated blood from the heart to the lungs. Veins carry blood from different parts of the body to the heart. They are blood vessels with thin walls. Most veins have flaps known as venous valves that ensure that blood flows only towards the heart. These valves prevent the blood from flowing back. The pressure of blood in the veins is lower than it is in the arteries. بنهاية الفيديو هنبدأ ان احنا نشوف بقى summary لكل اللي احنا خدناه على هيئة comparison. فنشوف ال comparison دي، هنتكلم على ال arteries وال veins وال blood capillaries. اول حاجة ال structure بتاع ال wall، ده كان ال artery بيتكون من connective tissue وال outer، والميدل بتاعي بيبقى thick وبيتكون من involuntary muscles، والانر بيبقى عبارة عن رو من الابيثيليال سيل بس في معاها elastic fiber. الفين الاختلاف ان انا عندي نفس الشكل بالظبط، بس الميدل layer بيبقى lower في thickness والelastic fibers قليلة. blood capillary هو عبارة عن اصلا one row بس من الابيثيليال سيلز، وان فيها tiny pores. طيب ال thickness بتاعي طبعا ده thicker than vein، الفين بيبقى thinner than artery، والblood capillary very thin. الـ ability to pulsate، مين اللي بينبض في كل دول؟ هو بس الـ artery، الـ vein لأ، والـ blood capillaries ما اتكلمناش عليها. الـ valves، مين اللي عنده valves؟ الـ artery طبعا مفيش valves ما عدا بس الـ main arteries اللي احنا اتكلمنا عليهم في الأول خالص، اللي هو الـ pulmonary artery والـ aorta، دول بس اللي عندهم valves اللي احنا شفناها. الـ veins بقى في بعض الـ internal valves بتبقى موجودة especially القريبة من الـ skin. blood capillaries مفيش valves خالص، احنا كلنا اصلا one layer. ايه كمان الـ direction بتاع الـ blood؟ انا بالنسبة لي في الـ artery بيتحرك من الـ heart للـ body، في الـ vein بيتحرك من الـ parts of body to the heart، والـ blood capillaries من الـ arterioles للـ venules. ازاي؟ انا هتجمع من الـ arteriole في الـ oxygen والـ food اللي هو digested بتاعي، وابدأ ان انا انقله او اديه للسيل، واخد من السيل الويست والكربون دايكسايد اديه للفينيول، فالفينيول يوديه للهارت، فدي الباثواي بتاعي. طيب الـ type of carried blood، اول حاجة انا عندي هنا بيبقى oxygenated blood طبعا في الـ artery ما عدا الـ pulmonary artery. هناك بالنسبة للـ vein بيبقى عندي كله deoxygenated blood اللي هو بيبقى dark red ما عدا بس الـ pulmonary vein. نركز كده في الالوان، احنا كده كنا بنخليه لونه هنا ريد صح الاكسجينيتد، لان هو اصلا بيبقى لونه في الطبيعي لو انا هسحب عينه بلاد من الارتري بيبقى لونها لايت ريد، انما من الفين اللي احنا اصلا بيتسحب في الطبيعي، يعني ده بيتسحب في سبيشال كيس خالص، يعني يمكن تحليل واحد بس، انما الطبيعي احنا بنسحب من الفينز، الفينز اللي بيبقى فيها دي اكسجينيتد بلاد فبيبقى لونها دايما دارك ريد، بنحس ان اللون في التيوب كده غامق جدا. طب الكابيلاري بقى، كابيلاري طبعا اوكسجينيتد بلاد ده لو هي جنب الارتريول، انما دي اوكسجينيتد جنب الفينيول، وكل واحد بالاكسبشن بتاعه، الاكسبشن بتاعه اللي هو البالمونري ارتريول والبالمونري فينيولز اند سو اون. اللوكيشن بتاعي
انا هنا ببقى بيرد او مدفونه جوه البادي ماسلز، انما الفينز بتبقى سوبرفيشال ونير ذا سكين، والبلاد كابيلاريز سبريد في كل حته فيها سيلز عندي عند البادي تيشوز. اخر حاجه بقى هناخدها في لايف ابلكيشن على الموضوع ده، اللي هو سحب عينه او بلاد سامبل، عينه دم. دايما لما بنيجي نعمل withdrawal للبلاد سامبل بناخده من فين مش ارتري. ارتري بيبقى في حاله سبيشال جدا في تحليل معين كده اسمه اي بي جي، ده بيتسحب منه من الارتري، دي حاجه سبيشال. انما في الطبيعي في النورمال احنا بنسحب من فينز. طب ايه اللي يخليني اسحب من فين مش ارتري؟ اسباب كتير. اول حاجه ان هو الفين طبيعي لوكيتد نير ذا سكين سيرفيس، فبالتالي سهل ان انا اسحب منه البلاد. تاني حاجه ان الفين از وايدر ذان ارتري، اوسع من الارتري، فاقدر برضو ان انا اسحب منه كميه كافيه من البلاد، فبالتالي اهو زي ما قلنا هو فيه لارج اماونت اوف بلاد. تالت حاجه ان البريشر في الفين اقل من البريشر في الارتري، ودي حاجه هناخدها في البلاد بريشر، فبالتالي انا محتاج مكان يبقى البريشر فيه قليل عشان ما يحصلش مثلا نزيف جامد او كده، فبالتالي يبقى عندي افضل اختيار الفين. نشوف الكلام ده طبعا عشان ما يحصلش دخول النيدلز نفسها، ما يحصلش ما يعملش ويسترول للبلاد. بعد ما اعمل الويسترول للبلاد ما يبقاش في الهيلينج يبقى بطيء، لا يبقى الهيلينج سريع في الفين. طيب بعد كده عندي الارتري، في طبعا البلاد بتاعي كاريز اوكسجين والنيوترينتس. انا محتاجه اسحب ايه؟ انا محتاجه اشوف عشان استدل على الهيلثي بتاعتي او صحتي انا وصحه البادي بتاعي، فمحتاج اسحب حاجه فيها الكربون دايكسايد والسيل ويست عشان اعرف اعمل انديكيشن لحاله البيشنت بتاعي او حاله المريض، وده اللي احنا هنشوفه اهو. انا عندي طبعا withdrawal من الفين افضل من الارتري عشان اعمل estimating the efficiency of the vital organs. احنا كنا قلنا ان في 3 main components من circulatory system، كان اخر حاجة فيهم هو blood. احنا زي ما احنا ما شايفين كده ده عبارة عن blood vessel، لو جيت اشوف جواه ايه هنلاقي جواه طبعا blood. هنتكلم عن كام حاجة في blood في الاول. هنتكلم عن color بتاعه، pH بتاعته، الفوليوم والستركتشر بتاعه. بالنسبه للكالر كلنا عارفين الكالر بتاع البلاد هو عباره عن ريد فيسكوس فلويد، ما ينفعش اقول عليه ان البلاد ليكويد، هو فلويد اتقل في السمك شويه من الليكويد، فهو الفيسكوستي بتاعته عاليه. تمام، فهو ريد فيسكوس فلويد زي ما احنا ما شايفين منظر البلاد. البي اتش بتاعتي ايكوال 7.4، 7.4 يبقى احنا اعلى من ال 7 رايحين لناحيه الالكالاين، فاحنا ويك الكالاين، يبقى البي اتش بتاعت البلاد ويك الكالاين. طب الفوليوم بتاعي ايه؟ الفوليوم بتاعي انا حوالي زي ما ذكرناها قبل كده from 5 to 6 liter of blood. طب والستركتشر؟ انا عباره عن fluid connective tissue. في الفيرست سكندري كنا بناخد انواع التيشوز في الاخر عندي، وكنا قلنا ان في عندي connective tissue يا اما solid يا اما semi solid يا اما liquid او fluid. كان الاكزامبل على fluid connective tissue كان blood. طب بيتكون من ايه fluid ده؟ او بيتكون من ايه connective tissue ده؟ اول حاجة البلازما، هنتعرف عليها بالتفصيل. تاني حاجة السيلز بتاعتي، اول سيل هواجهها الريد blood cells او red blood corpuscles. تاني سيلز عندي هيبقى بالمنظر ده. تالت حاجة عندي واللي هي تاني نوع من انواع السيلز كان الوايت بلاد سيلز او الوايت بلاد كوربسلز، وده الشكل بتاع واحدة منهم، لان الوايت بلاد سيلز ليها فاريشن كتير في الشكل، هنعرف ده قدام. اخر نوع من انواع السيلز عندي واللي هو كومبوننت رقم 4 في البلاد هو عبارة عن البلاد بليتلس، وده الشكل بتاعها. طيب نبدأ بقى ناخد واحدة واحدة فيهم. اول حاجة نتكلم على البلازما. مين البلازما اصلا؟ البلازما عندي هي عبارة عن الانترستيشيال سبستنس ان ذا بلاد، يعني هي اللي مخلية البلاد اصلا يبقى قالب على الليكويد مش حاجة سوليد، لان احنا قلنا ان المادة الانترستيشيال هي اللي بتحدد اذا كان الكونكتيف تيشو سوليد او ليكويد او ده لما خدناه في الفيرست سكندري. طيب نسبتك قد ايه؟ البلازما نسبتها قليلة ولا كتيرة؟ برسنتج بتاعتها تقريبا حوالي 54% of blood volume، يعني اكتر من الهاف، اكتر من نص. طب هي عبارة عن ايه اصلا؟ هي عبارة عن اول حاجة 90% water عشان هي مخلية البلود fluid. تاني حاجة عندي بيبقى فيه عندي 1% من inorganic salts.
سولتس بتاعت ايه؟ بتاعت كالسيوم وصوديوم وكلورين وبايكربونات. سولتس بتاعتهم يعني انا لو هتكلم على الكالسيوم، هو الكالسيوم عبارة عن كالسيوم ايون وصوديوم ايون وكلورين ايون، صح؟ بتكلم بقى على السولتس بتاعتها اللي هو تبقى فيها كاتاين وانايون، وده طبعا البايكربونات بتاعي. وبعد كده في عندي 7% من البروتينز. مين الانواع البروتينز اللي داخل البلازما؟ نركز قوي فيهم. اول حاجه الالبيومين. لو نفتكر الالبيومين كان اللي بيعمله بيصنعه اصلا كان الليفر او الكبد. تاني حاجه الجلوبيولين. الجلوبيولين ده نركز معاه قوي عشان كمان شويه هنبقى عارفين ان هو اللي بيكون الهيموجلوبين اللي موجود في الاوربيسيز. تالت حاجة الفايبرينوجين، نركز فيه برضو لان احنا هنذكره في البلاد كلوت او الجلطة الدموية. بعدين في عندي الباقي، باقي لي 2% من ال 100%. ال 2% دول بقى فيهم كل حاجة، اللي هم ايه؟ اول حاجة عندي طبعا الابزوربد فود برودكتس زي الشوجر والامينو اسيدز اند سو اون. اي ابزوربد فود برودكت هيبقى موجود، قادر يبقى موجود في البلد، مش رايح للليف، في البلد، تمام؟ تاني حاجة عندي في بعض الهرمونز. أنا في عندي الهرمونز بتنتقل عن طريق البلد وتروح للسبيسيفيك سايت بتاعها لسيلز معينة، فالهرمونز من ضمن الحاجات الـ other components بتاعتي. تالت حاجة الانزيمز، الانزيمات سواء active أو inactive. رابع حاجة الانتيبوديز. ايه ده؟ ايه الانتيبوديز؟ كلنا الفترة الأخيرة سمعنا عن الانتيبوديز طبعا بسبب الكورونا أو الكوفيد 19. فالانتيبوديز دي ده جزء من الاميون سيستم او المناعة بتاعتي. الوايت بلاد سيلز هي اللي بتكونها، ولكن هي بتبقى موجودة فين؟ مش داخل الوايت بلاد سيل، هي بتبقى رايحة على البلازما، موجودة في البلازما. اخر حاجة الويستس او اليوريا، ان نتيجة الديجيشن بتاع البروتينز بيكون لي يوريا، واليوريا غلط جدا انها تزيد في جسمي، فلازم ببدأ ان انا اجمعها، البلاد يجمعها ويوديها على الكدني فيكون اليورين والجسم يتخلص منها. دول كده الكومبوننتس بتاعه البلازما. نخش على الريد بلاد كوربسلز، الار بي سيز. الريد بلاد كوربسلز هنتكلم على ايه؟ اول حاجه نعرف ان ليها اسم تاني لاتن اللي هو اريثروسايت. ده هي ار بي سيز، ده الاختصار بننطقها ار بي سيز او ريد، او ده اول حرف بلاد كوربسلز فيبقى ار بي سيز. هنعرف عنها ايه؟ اول حاجه النمبر بتاعها، تاني حاجه الديسكريبشن، تالت حاجة الـ origin، وآخر حاجة الـ average of age، وبعدين هنبدأ ناخد الـ function بعد كده. أول حاجة نتكلم على الـ number. أنا عندي بالنسبة للـ adult male بيبقى عنده الـ number بتاع الـ RBCs تقريبا from 4 to 5 million cell per millimeter cubic of the blood. ده بالنسبة للـ male. طب ليه قلنا male؟ هل الـ male بيختلف عن الـ female؟ آه طبعا، فيميل بتبقى اقل شويه في عدد الار بي سيز، فبالتالي هي كميه الاكسجين اللي بتوصلها بتبقى اقل من الميلز، فبالتالي هي عندها from 4 to 4 and 5 مليون سيل بير مليمتر كيوبيك اوف بلود. ديسكريبشن بتاعي، شايفين المنظر بتاع الار بي سيز ده؟ الحركه دي هي كونكيف، مقعره. لو جينا نقلب الار بي سيز دي الناحيه الثانيه برضو هنلاقيها كونكيف، فبنقول عليها انها باي كونكيف، مقعرة من ناحيتين. طب هي شكلها راوندد ولا اوفل ولا ايه؟ طبعا باين انها راوندد، فهي راوندد شايب كوربسول اند باي كونكيف. طب الاوريجن بتاعي، هل انا البلود هو اللي بيكون لي ولا في اورجانز بتكون لي تانية؟ ده الاوريجن. الاوريجن هنعرف ان الار بي سيز بتتكون في حاجة اسمها البون مارو، الريد بون مارو. فين البون مارو؟ موجود في العظم، نخاع العظم هو الريد بون مارو. طيب بس نركز ان هو of adult human، ركزوا قوي على الحتة دي، اكيد احنا مش قايلينها كده هباء. البيبي وهو صغير اثناء الديفلوبمنت بتاعه بيبقى فيه organ تاني هو اللي بيعمل تصنيع او manufacture دي ال RBCs، فبالتالي لازم تركزوا ان انا لو بتكلم على البون مارو بيور يبقى انا بتكلم على ال adult human. طب احنا ليه هنحتاج نكون اصلا؟ ما احنا خلاص كبرنا وكله تمام. انا عندي بيتكون حوالي 100 مليون نيو ريد بلاد سيل بتتكون every minute عشان تبدل الاولد وان. لو احنا ما بيحصلش فيه مصنع وبيكون لي تاني هنتبرع بالدم ازاي؟ ما ينفعش اعمل تبرع بالدم، صح؟ فبالتالي احنا بنقدر نتبرع في الدم لان في مصنع شغال يقدر يعوض اللي اتاخد. طب الافريج ايج اوف ذا سيل،
عندي doesn't exceed 4 months، ما بتعديش 4 months. فاحنا دايما لما بيجي نقول التبرع بالدم ما بين 4 و6 شهور عشان كل حاجة تبقى اتكونت عندي. فلازم نعرف بقى معلومة مهمة، ان انا عندي هي بتقعد في السيركيليشن تقريبا حوالي 172,000 تايم، ده عدد كبير جدا، ده الوقت اللي بتقضيه البلد سيل الريد بلد سيل في السيركيليشن. نكمل كلامنا عنها، هنتكلم على الدستراكشن سايت. بما ان في عندي اولد ار بي سيز يبقى بالتالي في مكان لازم يخلصني منها او يعمل لها دستراكشن، يدمرها عشان يجي مكانها الجديد. مين هو الدستراكشن سايت؟ هنلاقي عندنا الليفر والسبلين والبوم مارو. ده كده عندي الليفر، فده اول مكان دستراكشن سايت. تاني مكان السبلين، السبلين بيبقى اورجن وظيفته اصلا اميون سيستم، مناعه، موجود ورا الستومك ورا المعده. وبعد كده عندي البوم مارو، يبقى فيه 3 دستراكشن سايت للار بي سيز. بالستراكشر بتاعي، هل انا زي انا سيل، هل انا سيل فيا نيوكليس؟ لا، فهيبقى اي نيوكليتد سيل، يعني ما فيهاش اي نيوكليس. ليه؟ انا وظيفه الار بي سيز ان انا احمل الهيموجلوبين، فبالتالي اما ياخد الهيموجلوبين هو يقدر ياخد يا اما الاكسجين يا اما الكربون دايوكسيد يشيله فيوديه للسيل، او يرجع ياخد ثاني اكسيد الكربون من السيل. فبالتالي انا مش محتاج نيوكليس، انا محتاج كل المساحه بتاعتي بتاعه السيل تبقى عباره عن هيموجلوبين عشان تؤدي الفانكشن بتاعتها. طيب ده كده المنظر بتاعي بتاع السيل. ناخد بالنا هو باين قوي ان الار بي سيز لونها ايه؟ لونها احمر. ليه؟ الهيموجلوبين اصلا هو عباره عن هيم، يعني ايرون، وجلوبيولين. جلوبيولين ده جاي مقطع الجلوبيولين اللي احنا اتفقنا عليه في البلازما، فاتحاد الاثنين مع بعض بيعمل لي الهيموجلوبين كمولكيول، وهو بقى الهيموجلوبين على بعضه الايرون اللي فيه هو اللي بيدي الريد كالر بتاع الار بي سيز. نبدا بقى نشوف الفانكشن بتاعتك انت ار بي سيز بتعملي ايه. هنشوف دياجرام بيوريني الفانكشن بتاعت الار بي سيز. الاساس بتاعي جوه الار بي سيز الهيموجلوبين زي ما اتفقنا. الهيموجلوبين بيبدا ان هو لو عمل كومباين مع اكسجين، يعني الهيموجلوبين مسك في اكسجين. ليه؟ عشان انا مثلا في اللونج، فانا هبدا ان انا اخد الاكسجين من اللونج اللي انا اتنفسته او ان انا عملت له انسبيريشن، فابدا ان انا اكون مولكيول تاني اسمه اوكسي هيموجلوبين. طب لازم تبقوا عارفين الهيموجلوبين ليه حاجه مهمه جدا، ان هو بيقدر يعمل لوز اتاتشمنت للاكسجين او الكربون دايوكسيد. لوز اتاتشمنت يعني اقدر ان انا اكون بوند واقدر ان انا افكها. فانا الهيموجلوبين مجرد ما يتحد مع الاكسجين بيكون لي مولكيول مش ستيبل قوي اسمه اوكسي هيموجلوبين. طيب لو انا بعدين عايزه اودي الاكسجين للسيل، فهبدا ان انا اسيب الاكسجين للسيل وارجع تاني هيموجلوبين بس، فاقدر ان انا بعد ما سبت الاكسجين للسيل اقدر ان انا اتحد بقى مع مين؟ مع الكربون دايوكسيد. ازاي؟ هيبدا ان انا اعمل كومباين مع الكربون دايوكسيد في البودي سيلز واتحول لحاجه اسمها كاربو امينو هيموجلوبين، كاربامينو هيموجلوبين. فالكاربامينو هيموجلوبين ده بعدين انا هبدا ان انا عايزه اخرج الكربون دايوكسيد عن طريق اللونجز واخرجها طردها بره جسمي، فبالتالي ارجع تاني للهيموجلوبين والسايكل تمشي بنفس الوظيفه دي. فدي الفانكشن بتاع الار بي سيز. ناخدها بقى كده على هيئه بوينتس سريعا. الفانكشن اول حاجه طبعا بيعمل ترانسبورتنج للاكسجين منين؟ من التو لونجز لكل البودي بارتس. ازاي؟ ان انا الهيموجلوبين بيبدا ان هو يتحد مع الاكسجين فيكون لي الاوكسي هيموجلوبين، وده اللي موجود في الارتريز بلود ما عدا الاكسبشن بتاعنا. الاوكسي هيموجلوبين هيبدا ان هو يعمل ليف للاكسجين لغايه ما يروح للديفرنت بودي سيلز، خلاص سلمنا الاكسجين فابدا ارجع تاني لهيموجلوبين مره تانيه. طب لو انا هعمل ترانسبورتنج للكربون دايوكسيد عكس النظام بقى، طبعا الهيموجلوبين بيبدا يتحد مع الكربون دايوكسيد اللي موجود فين؟ في السيل بوديز، فابدا ان انا اكون الكربامينو هيموجلوبين واللي هو بيمثل الفين بلود واللي بيبقى لونه طبعا دارك ريد بسبب الكربون دايوكسيد. بعدين الكربامينو هيموجلوبين بيبدا ان هو يسيب الكربون دايوكسيد، ولما يوصل للنج عشان خاطر تبدا اللنج تتخلص منه وتخرجه بره، طب اما اسيب الكربون دايوكسيد هرجع تاني للهيموجلوبين، وده اللي احنا شفناه في التشارت بتاعتنا. طيب يلا بينا بقى نشوف فيديو يوضح لنا كل الكلام اللي احنا خدناه ده. Blood is a fluid that is essential for our survival. It carries oxygen and nutrients to various body parts.
It also carries waste away from body parts so that they can be expelled from the body. Blood consists of blood cells floating in a fluid called plasma. Plasma is yellow in color. 90% of plasma consists of water. Besides water, plasma contains hormones, proteins, glucose, and carbon dioxide. There are three types of blood cells. Red blood cells, RBCs, white blood cells, WBCs, and platelets. RBCs are also known as erythrocytes. They are disc-shaped. They contain a protein called hemoglobin, which is rich in iron and gives the blood its red color. Hemoglobin transports oxygen to different parts of the body. WBCs are also known as leukocytes. They come in many different shapes. They produce antibodies to fight the germs entering the body. Platelets are also known as thrombocytes. أنا كده قدرت أتعرف على أول نوعين من مكونات أو الكومبوننتس بتاعة البلود. هنتكلم الأول على الوايت بلود كوربسولز أو الوايت بلود سيلز، أو ليها اسم تاني زي الإريثروسايت، هنا اسمها ليوكوسايت. ليوكو معناها أصلا وايت، فيبقى اسمها ليوكوسايت اللي هي الخلايا اللي لونها أبيض يعني. طيب هنتكلم على النمبر والديسكريبشن والأوريجين، واخر حاجه نتكلم على الافريج ايج اوف ذا سيل. بالنسبه للنمبر بتاعي هيبقى ثابت للميلز والفيميلز، مش زي الار بي سيز. عددنا كام؟ 7000 سيل بير مليمتر كيوبيك اوف بلود. طيب هل ده ثابت لينا كلنا؟ لا. لو انا في عندي انفكشن هيبدا ان الرقم ده يزيد. ليه؟ لان الوايت بلاد سيلز الوظيفه بتاعتها اصلا ديفنسيف ميكانيزم، او انها بتخش في الديفنس او المناعه بتاعه الجسم. فانا لو عندي انفيشن من مثلا بكتيريا، فيروس، اي حاجه، فبالتالي العدد ده لازم يزيد. اما يزيد نبدا ان احنا كلنا نشتغل ان احنا نهاجم الحاجه الدخيله اللي عليا دي. طيب هل ممكن انفيكشن يحصل يقلل عدد الليوكوسايتس؟ قابلنا ده في الكوفيد، كان الحالات بتقل عدد الليوكوسايتس عن الطبيعي، نوع معين من الليوكوسايتس كان بيقل عن الطبيعي. طيب ديسكريبشن بتاعي، انا عندي colorless ونيوكليتد عكس الار بي سيز. الار بي سيز ما كانتش محتاجه اي فانكشن غير الهيموجلوبين بس اللي يبقى جواها، انما انا هنا انا عندي نيوكليس، وبناء على شكل النيوكليس هيبدا يديني different types of ار بي سيز. فبالتالي هي عندها many shapes، اشكال كتيره بناء على التغير بتاع شكل النيوكليس. طب الاوريجن بتاعي مين اللي بيكونه؟ بيتكونوا في كذا مكان. اول حاجه البون مارو زي ما الار بي سيز كانت بتتكون، بس نضيف عليها بقى ان السبلين كمان معانا. احنا كنا اتفقنا ان السبلين ده اورجن اصلا وظيفته اميون ان فانكشن. ليه اميون؟ لان هو بيكون انواع الوايت بلاد سيلز. ومعانا كمان الليمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم بتاعي هنتعرف عليه في الليسون الجاي. طيب نتكلم بقى على الافريج ايج اوف ذا سيل. الايج بتاعي from 13 to 20 days، اكتر من كده لا. يبقى انا كده خلصت اول جزئيه في الوايت بلاد سيلز. نتكلم بقى على الفانكشنز اوف ذا وايت بلاد سيلز. انا عندي قلنا في تايبس كتير لليوكوسايتس، كل نوع اصلا ليه سبيسيفيك فانكشن، بس كلنا بنتشارك ان احنا نعمل حاجه واحده بس، نعمل بروتكشن اوف ذا بودي اجينست ذا انفكشس ديزيز. اي ديزيز او اي انفكشن احنا كلنا بنتعاون ان احنا نشتغل نقضي على الديزيز او الانفكشن ده. طيب ازاي ده؟ اشكال مثلا مختلفه لشكل الوايت ديزيز بتاعتي. شايفين شكل النيوكليوس هنا مثلا شكلها مدور واخد المساحه كلها، هنا عامل زي الهورس شو اند سو اون، ومثلا المنظر ده، كل دي اشكال للوايت ديزيز. ايه الفانكشنز بتاعتي بقى واحنا كلنا بنعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل اتاكينج للميكروبس. اي ميكروب هنبدا ان احنا نهاجم عليه كوايت بلاد سيلز، ونبدا ان احنا نعمل له سراوندنج يعني نحوطه، وبعدين نعمل انجولف ليه. انجولف ليه يعني نبلعه جوانا ونهضمه فنتخلص منه. تاني حاجه هنبدا نعمل ستوبنج للفورين سبستنس اللي كونها اصلا الميكروبس في البلاد. ما هو في ميكروب بيبدا يعمل ويست برودكت بتاعته، دي بتاذيني انا ذات نفسي، فبالتالي برضو لازم اتخلص منها. تالت حاجة getting rid of dead cells and other wastes. أنا لو عندي في cells خلاص هي متدمرة،
او خلاص مش شغاله تاني، فلازم مين اللي يتخلص منها عندي؟ برضو الوايت بيسيز هي اللي بتتخلص من الديد سيل والاذر ويستس. رابع فانكشن عندي ان انا بعمل بروديوسنج للانتي بوديز through a specific type of white corpuscles. يعني انا عندي في تايبس كتير من الكوربسلز، في انواع معينه هي اللي بتقدر تكون الانتي بوديز بتاعتي، والانتي بوديز بدورها هي اللي بتبدا تخش في الجزء الاميون او الجزء المناعي وتهاجم الفورين بوديز او الميكروبس اللي بتدخل على جسمي. طيب هنقول نقطة مهمه جدا، احنا محتاجين نعرف ان اصلا الوايت بلاد سيلز مختلفه شويه في طبيعتها عن الار بي سيز، انها بتقدر تعمل spread among the cells of the blood capillaries wall. ليه؟ لان انا وظيفتي defense، طب انا لو حاجة كانت موجودة في السيل infection في السيل هروح له ازاي؟ لازم يكون ليا القابلية ان انا اعمل spread او اخرج من ال blood vessel واروح للسيلز ذات نفسها. فده مختلف عن ال RBCs. ال RBCs هي مجانها في ال blood vessel بس عشان تقدر انها تخرج، هي مش بتخرج، لازم يكون ال blood vessel حصل له cut او قطع، يبقى فيه bleeding يعني. نتكلم على بقى اخر حاجه عندي اللي هي البلاد بليتلتس. البلاد بليتلتس ده الشكل بتاعها، هنتكلم على النمبر والديسكربشن والاوريجين برضو والافرج ايج اوف ذا سيل، وكمان اخر حاجه هنتكلم على الفانكشن بتاعتها. العدد بتاعي عباره عن 250,000 بليتلت بير ميرلي متر كيوبيك اوف بلود، ده العدد بتاعي. طيب الديسكربشن بتاعي بقى، انا عباره عن نون سيلولر، يعني انا مش سيل اصلا، فبالتالي ولا هنحط نيوكليس ولا هنقول ان ما فيهاش نيوكليس، هي مش سيل، والحجم بتاعها بيبقى very small in size. الاوريجين مين اللي بيكونها؟ produced from the bone marrow. فاحنا زي ما شفنا كده ده شكل البون مارو بتاعي، زيه زي الار بي سيز والوايت بي سيز بيتكونوا من البون مارو. طب الافريج اوف ايج، انا عندي nearly for 10 days، اقصى حاجه كده هنلاقي ايه؟ اقصى حاجه هنلاقيها 10 ايام، بعد كده بيحصل لها زي ريجنريشن تاني من البون مارو عشان يعوض الباقي. الفانكشن بتاعتي play an important role in the blood clotting process. فاحنا بناء على الفانكشن دي بقى في البورت الجاي هنبدا نعرف ازاي اصلا بيحصل blood clot. ناخد بقى سامري لكل البلود، احنا دلوقتي عمالين نتكلم على البلود في تو بارتس صح؟ نبدأ ناخد summary على الكومبوننت بتاعة البلود. أنا عندي لو عملت centrifugation لعينة blood sample من vein مثلا، أما بنحطها في السنتريفيوج أو جهاز الطرد المركزي بيبدأ يتفصل لحاجتين. أول حاجة الجزء اللي فوق ده اللي هو عبارة عن البلازما وبيبقى لونه أبيض، والجزء اللي تحت ده أو بيبقى liquid، الجزء اللي تحت ده بيبقى تقيل، هو عبارة عن كل السيلز بتاعتي. فاحنا نشوف الكلام ده، طبعا ده البلازما بتاعتي اللي هي نسبتها 54%. بتتكون من ايه البلازما؟ زي ما اتفقنا اول حاجة في البروتينز بنسبة 7%. البروتينز اللي عندي كان حاجة من الثلاثة، اتكلمنا عن الالبيومين بشكل بسيط، والجلوبيرين اتكلمنا عليه في الار بي سيز، والفايبرينوجين هنتكلم عليه كمان شوية في الكلوت. وعندنا طبعا 90% of water، وعندنا 1% inorganic salt زي ما اتفقنا، وال two other components. components بتاعتي كانت digestive products والهرمونز enzymes antibodies and wastes. تعالوا بقى نتكلم على cellular components بتاعتي. اول حاجة طبعا في عندي ال red blood corpuscles، وقلنا ان الكمية بتاعتها from 4 to 5 million per milliliter cubic blood. تاني حاجة عندي ال white blood corpuscles بالnumber بتاعها، واخر حاجة طبعا كان عندي ال blood platelets. كده انا عرفت سامري للكومبوننتس بتاعه البلود، وان البلازما والستيلز اند سو اون. فاحنا كده قفلنا البلود ما عدا حاجه واحده بس، اني عايز اعرف البلود كلوت. طيب نتكلم اول حاجه على البلود كلوت او الجلطه الدمويه. اللي بيحصل عندي ان لو في اي بلود فيسل بدا يحصل له كات او تير، ان هو يتقطع زي كده بالمنظر ده، انا عندي هنا ده بلود فيسل وبدا يحصل له كات في المنطقه دي، هيبدا ان البلود كومبوننتس كلها يحصل لها ليكج او تسريب وتخرج بره. طيب جسمي هيعمل ايه بقى؟ اللي بيحصل ايه الهدف من الكلوتينج؟ الكلوتينج هيمنع البليدنج، يمنع النزيف. احنا لو نزفنا بكميه كبيره جدا ممكن يحصل تشوك، وبعد التشوك دي نموت على طول فيؤدي الى الدف، فلازم البليدنج ده يقف. من ضمن الميكانيزمز اللي جسمي بيعملها هي الكلوتينج، ان انا اكون جلطه. طيب ازاي بقى بتتم؟ وايه الفاكتورز اللي اصلا بتاثر على الكواجيوليشن؟ كواجيوليشن هي زي الكلوتينج بالظبط، ان انا الدم يتجلط.
اللي يخلي الدم يحصل المنظر ده، يحصل اجريجيشن للسيلز، وفي حاجه تانية هتترسب عليها بعد كده عشان تقفل الجرح، اللي بيعمل الكلام ده ان اول حاجه البلاد يتعرض للاير. ازاي؟ انا لو اخدت سحبت عينه بلاد في تيوب عاديه مش زي التيوبس اللي بتتاخد عندنا في المعامل وعرضتها للجو، هتلاقي البلاد ده بدا ينشف ويجمد كله في بعضه، ده كده حصل له كواجيليشن او كلوتنج. عشان الدكتور يحافظ عليه من غير الكلوتنج ده بيحط ماده معينه هنعرفها كمان شويه فبتمنع الكواجيليشن. تاني حاجه بقى، وده الطبيعي اللي بيحصل، ان يحصل فراكشن اوف بلاد وذ ا روف سيرفيس، يحصل فراكشن زي مثلا نقابل ديسترويد سيلز، نقابل فيسلز، ده بيؤدي الى عمليه او الفاكتورز اللي بتخلي او بتحس المكان انه يعمل كواجيليشن. طيب لو حاجه من الفاكتورز دي موجوده عندي ايه اللي بيحصل؟ بس انا عايزه انوه عن حاجه، فكره الاكسبوجر اوف بلاد تو اير انا ممكن يحصل عندي عادي، مش شرط ان انا بسحب عينه فتتجلط. انا بقول لكم الحاله اللي هي مش اللوجيك يعني. طب الحاله الثانيه عادي، انا حصل لي كات في ايدي مثلا، اتعورت ولا حاجه، فبدا حصل اكسبوجر للبلاد للاير، فهيبدا بقى كده البلاد فيسل يبدا يتحرك او البلاد بتاعي يتحرك لعمليه الكواجيليشن. اي فاكتورز من دول لو توفى بقى يبدا يحصل البروسيدجر التالي او الميكانيزم اوف بلاد كلوتينج. لو انا في عندي بلاد كلوتينج فاكتور حاجه من الاثنين اللي قلناهم، هنبدا اول حاجه ان البلاد بليتلتس بتاعتي هتكون بروتين سبستنس. هالبروتين سبستنس دي مع الديسترويد سيلز في السايب بتاع الانجري او السايب بتاع الجرح بتاعي هيبقى اسمها ثرومبوبلاستين. يبقى انا لازم يتوفر عندي شرطين، تمام، وبناء عليهم هبدا اكون اول ماده عندي في الكلوتينج اللي هي الثرومبوبلاستين، ان انا البليتلتس بتاعتي تقابل ديسترويد سيلز، وفي وجود الكلوتينج فاكتور في البلد. مين هم الكلوتينج فاكتورز في البلد؟ في فرق ما بين الفاكتورز اللي بتاثر على الكواجيوليشن وما بين ان انا في عندي حاجه اسمها كلوتينج فاكتورز في البلد. في البلد في كلوتينج فاكتورز كتير بنسميها كلوتينج فاكتور، هي بتشتغل في زي كاسكيت طويله قوي عشان تبدا تكوني ماده تانية. يعني انا من بليتلتس وديستروي سيلز هبدا اكون ماده اللي هي اسمها الثرومبوبلاستين، فالكلودنج فاكتورز دي حاجه موجوده جوه البلاد هي اللي بتبدا تعمل الكلام ده فنكون الثرومبوبلاستين. الثرومبوبلاستين بقى هيبدا ان هو يحول الحاجه موجوده برده في البلاد اسمها بروثرومبين. طب البروثرومبين هيتحول لايه؟ برو يعني بدائي، شكله inactive، يتحول للاكتيف ستيت بتاعتي اللي هو الثرومبين. طب هل في شرط للكلام ده؟ اه في شرط مهم جدا، ان برضو نفس الكلودنج فاكتورز دول يبقوا موجودين في البلازما ومعاهم كالسيوم ايون. طيب لازم نبقى عارفين حاجه، ان اصلا البروثرومبين ده جاي لي منين؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ثرومبوبلاستين، عرفنا مين اللي كونه وازاي، طب البروثرومبين اللي طلع لي ده جاي لي منين؟ البروثرومبين ده بيتكون من الليفر، بس عشان الليفر يبدا يكونه لازم يبقى الليفر متوفر في جسمي فيتامين كي، ويبدا الليفر ينتج البروثرومبين ويوديه على البلد. اختصارا للكلام ده، انا عندي البروثرومبين في وجود الثرومبوبلاستين اللي هو اتكون من الاستابل قبل كده، في وجود الكالسيوم ايون والكلوتينج فاكتورز يبدا يكون لي ثرومبين. فكروا كده معايا، يعني انا لو حد عندي ديفيشنسي في فيتامين كي الدنيا ممكن تمشي ازاي؟ طب لو انا حد عندي هيموفيليا، يعني عندي الدم فيه سيولة عالية، هل ممكن اديك حاجة تزود شوية التجلط؟ ممكن يكون عندك فيتامين كي قليل مثلا، فلو اديتك سبلمنتس من فيتامين كي فيبدأ ان الدنيا او الكواجيليشن عندك يتظبط. اه ده حقيقي، يعني الناس اللي عندهم هيموفيليا ممكن طبعا تحت ارشاد الدكتور بيديله كسبلمنت فيتامين كي، لان ممكن يكون هو ده الناقص، بس لازم يعرفوا ان هو فعلا ده السبب، في اسباب تانية كتير. ننقل على الستيب اللي بعدها، انا كده كونت ثرومبين وده اكتيف انزايم. طب الثرومبين ده هيعمل ايه؟ الثرومبين كانزايم هيبدا ان هو يحول اهم خطوه عندنا في الكلوتينج، يحول الفايبرينوجين انتو فايبرين. طب مين الفايبرينوجين؟ شايفين المنظر ده؟ انا عندي حصل كات فحصل اجريجيشن للسيلز زي ما اتفقنا، مع الكلوتينج فاكتور والكاسكيد اللي احنا قلناها بدا الثرومبين يحول. شايفين الحاجات اللي بالاخضر دي؟ دي عباره عن الفايبرين. الفايبرين بيبقى عامل زي ثريدز كده، فتبدا انها زي ما يكون جرح وبسده بالثريدز او حاجه انسوليبل فبقفل على الجرح ده. طب ده هيتم ازاي؟ الفايبرينوجين قلنا الاساس بتاعي انا، الفايبرينوجين ماده ان اكتف
مش هتأثر معي لأنها أصلاً soluble protein في البلازما. soluble هتسدلي جرح؟ لأ. فيبدأ في وجود الثرومبين اللي هو اتأكتف من شوية يتحول للفايبرين ثريدز اللي هي بتبقى عبارة عن insoluble protein. الفايبرين زي ما شفنا كده بيحصل precipitation يترسب على البلوت سيلز اللي حصل لها aggregation وتعمل بلوك للكت. البلوك للكت ده احنا كده عملنا الكلوت، فوقفت الدامج بتاع البلوت فيسل وما خلتش يحصل بليدنج، وده اللي بيحصل في بروسيزيور في اي تعويره بتحصل لنا او اي كات في الجلد بتاعنا. كل الحاجات دي بتحصل، لو تاخدوا بالكم حتى الجزء بيبقى قلب على بني كده اكن في دم في المكان ده بس بيبقى ناشف، ده نتيجه تجمع البلوت سيلز بتاعتي والبليتلت وعليهم الفايبرين يقفل لنا الجرح لغايه ما السيلز تقدر تكون نفسها تاني. طيب نشوف فيديو بيوضح الكلام ده. انا لو عندي ده بلاد فيسل اهو حصل له هنا ده التير او الكات، هيبدا ان عندي كل السيلز بقى بدات تخرج ويحصل بليدنج، ده كده بالنسبه لي بليدنج. طب ايه اللي هيبدا يحصل او جسمي او البلاد فيسل هيبدا يتصرف ازاي؟ هنلاقي في وقت كده نتيجه بقى الحاجات الخطوات والستبس اللي قلناها هيبدا يحصل اجريجيشن للبلاد سيلز وعليهم الفايبرين اتحول خلاص من فايبرينوجين لفايبرين، فبدا ان هو يعمل بلوك او يعمل كلوت للكات بتاع البلاد فيسل. طيب كده ده في وقت الكلوت. طب ايه عندي الريزنز اللي بتخلي اصلا البلاد ما يحصلوش كلوت؟ يعني انا لو البلاد خرج بره جسمي بيحصل له كلوت، معنى كده ان في حاجه اكيد جوه البلاد فيسل بتخليه ما يحصلوش كلوت. في كام فاكتور عندي، اول او كام ريزن. اول ريزن عندي ان البلاد بيحصل فلو نورمالي انسايد ذا بلاد فيسل من غير اي داون، لطالما انا بمشي بانسيابيه مفيش حاجه اي ديد سيل او اي حاجه فيها كات عامله لي عائق، فانا كل الحاجات دي مش هتتاكتف والباث واي ده مش هيشتغل اصلا. تاني حاجه ان انا البليتلتس بتمشي ايزلي وسموثلي كده انسايد ذا بلاد فيسل من غير ما يحصل لها بروكن، انا كده مش هعمل كلوت، لان دي من ضمن الحاجات الاساسيه ان البليتلت تخبط في ديسترويد سيل فتبدا انها تشتغل الكاسكيت بتاعي او يشتغل الميكانيزم بتاع الكلوتنج. اخر حاجه بقى واللي مهمه قوي قوي ان في عندي ماده في البلاد فيسل اسمها هيبارين. الهيبارين دي مين اللي بيفرزها؟ الليفر هو اللي بيعمل سكريشن للهيبارين، وده بيعمل بريفنت للكونفرجن اوف بروثرومبين انتو ثرومبين. تعالوا نشوف الكلام ده. انا عندي الليفر بيعمل سكريت للهيبارين، يروح الهيبارين للبلاد، هيعمل ايه في البلاد؟ هيمنع الستيب اللي بيتحول فيها البروثرومبين للثرومبين، هيوقفها. طيب يبقى ده عكس شغل الثرومبوبلاستين، ده عكسه حرفيا. احنا برضو في التيوبس لما بناخد دم في المعمل او كده بيبقى محطوط فيها مادة الهيبارين دي عشان تمنع الكواجيليشن عشان اقدر اخد العينة وافصلها and so on. تمام، نبدأ بقى نتكلم على الفانكشنز بتاعت البلاد. احنا كده خلصنا البلاد كلوت، نبدأ نشوف الفانكشنز اوف ذا بلاد. انا عندي البلاد فيه منه 3 مين فانكشنز. اول حاجة الترانسبورتيشن، النقل، ودي اللي اتكلمنا فيها كتير جدا، وظيفته كسيركيلاتري سيستم اصلا البلاد هو اللي بيعمل الوظيفه دي. تاني فانكشن عندي هي الريجوليشن، هنشوف بيعمل ريجوليشن لايه او تنظيم لايه. تالت فانكشن هي البروتكشن او الحمايه طبعا عشان الوايت ديزيز. نشوف بالتفصيل. اول حاجه الترانسبورتيشن، زي ما اتفقنا احنا بنعمل ترانسبورتيشن لو انا بلازما، فانا هعمل ترانسبورتيشن للدايجستد فود والاكسكريتوري نيتروجينس كومباوندز والهرمونز والانزيمز، الحاجات اللي بتتنقل من خلال البلازما. فانا ده مثلا حاجه شايفين اللي باللون جرين ده كده عباره عن excretory nitrogenous product، فبيبدا ان البلاد ينقله فين؟ في البلازما. طب لو انا RBCs هبقى بنقل ايه؟ هبقى بنقل الاكسجين والكربون دايوكسيد، يبقى انا كده عملت اول function transportation. طيب فاحنا زي ما احنا شايفين كده انا ك RBCs يا اما هبقى شايله اكسجين يا اما ابقى شايله كربون دايوكسيد على حسب انا ارت في ولا فين اند سو اون، زي ما اتفقنا. طيب بعدين ننقل على الريجوليشن. بالنسبه للريجوليشن اول حاجه هو بيعمل ريجوليت للبروسيس اوف ميتابوليزم. ازاي الميتابوليزم سواء انابوليزم او كاتابوليزم اند سو اون، حاجه زي كده مثلا ان انا اخد الدايجستد فود وانقله للسيل، فالسيل مع الاكسجين اللي انا برضو بنقله عن طريق البلود يبداوا ان هم السيل تقدر تعمل السيلولار ريسبيريشن وتعمل اوبتين الانرجي، يبقى انا كده اللي بتحكم بالكامل في الميتابوليزم بروسيس. تاني حاجه it keeps the body temperature and 37 سليزيز،
فاحنا لو زدنا عن ال 37 يبقى معنى كده ان في مشكله، بيبقى في انفكشن او حاجه زي كده. طيب بعدين عندي في بيعمل ريجوليشن للانترنال انفايرمنت. ان انا اعمل ريجوليشن اوف ذا انترنال انفايرمنت ده معناها هوميوستاسيس، ده اكسبريشن. طب انا هعمل هوميوستاسيس او هعمل ريجوليشن للانفايرمنت بتاعتي زي ايه؟ حاجه زي الاوزموتيك بوتنشال، طبعا ده ريليتد مثلا بالالبيومين اللي موجود عندي في البلازما. طب كميه الووتر اللي موجوده، لان انا الووتر بيمشي في البلاد، الفاليو مثلا بتاعه البي اتش بتاعت التيشوز، البلاد هو اللي بيعمل تحكم فيها بالايونز اللي فيها والان اورجانيك ايونز اللي فيه. طب البروتكشن وهي اخر حاجه، it protects the body against the invasion of microbes and pathogenic organisms through مين بتاعتنا؟ ال white blood corpuscles طبعا. طيب هل ده اخر حاجة عندنا؟ طب ما احنا في عندنا platelets، فين البلاتلتس؟ طبعا هي اللي بتحمينا من البليدنج عن طريق انها بتعمل coagulation او بتعمل clotting. كده احنا خلصنا الfunctions of the blood وقفلنا البلود كله، بقلنا بس ناخد الـ blood pressure هيتحسب ازاي. What is the meaning of blood pressure؟ عشان نتعرف على الـ blood pressure لازم نعرف ايه سببه اصلا. انا عندي الـ blood بيعمل circulation في الـ arteries والـ veins والـ blood capillaries عن طريق ايه؟ مين اللي بيخلي الـ blood يمشي في الـ veins دي او الـ arteries دي؟ عن طريق الـ heartbeat. ولكن انا عندي يا اما بيعمل pulsing smoothly بشكل مرتاح، يا إما إن هو don't pass smoothly، مش بيتحرك بشكل أريحية. فين هيتحرك smoothly؟ أكيد في الحاجات الكبيرة، ومش هيتحرك بشكل smooth في الحاجات الصغيرة. فبالتالي هيبقى بيتحرك بالشكل ده في الـ arteries والـ veins، إنما بيجي على الـ blood capillaries الصغيرة فبيبقاش قادر يتحرك بالشكل الكافي. فبالتالي لازم يكون في عندي blood pressure عشان يقاوم الريزيستنس اللي بتتكون نتيجة ان البلاد كابيلاري صغير قوي. فبالتالي مين البريشر بتاعي؟ هو البلاد بريشر. هنعرف بقى بيتكون ازاي، طب بنقيسه ازاي، وهكذا. اول حاجة نعرفها البلاد بريشر انه بيحصل له في وقت بيبقى فيه زيادة وفي وقت بيبقى فيه قليل. فبيحصل امتى increase وامتى decrease؟ البلاد بريشر بيزيد قوي في الوقت بتاع الكونتراكشن بتاع الـ two ventricles، واحنا عارفين ان الكونتراكشن بتاع الـ two ventricles هو اصلا اللي بيسبب الساوند بتاع الـ heartbeat نتيجة الكلوشر بتاع الـ valves بتاعتي. فبالتالي انا ده اعلى blood pressure بيبقى حاصل، فده الـ highest blood pressure. طيب بيتحسب فين اكتر blood pressure؟ طبعا هيبقى موجود في الـ arteries قريب من الـ heart، لان الارتري هو اللي بيستقبل البلود من الفنتريكلز. طيب امتى بيقل او بيقل فين؟ بيقل الاول لما بيحصل ريلاكسيشن للتو فنتريكلز، وبيفضل يقل يقل لغايه ما اوصل لاقل فاليو، المينيمم فاليو بتاعتي فين؟ في الفينيولز والبلود كابيلاريز. يبقى انا عندي اعلى حاجه في المين ارتريز، بنقلل الارتريز وبعد كده الفينز، وبعد كده من الفينز الفينيولز، وبعد كده البلود كابيلاريز. الفينيولز والبلود كابيلاريز ممكن يوصل البلود ل 10 مليمتر مركري. طب عشان خاطر اعمل ريتيرنينج باك للبلود في الفينز لغايه ما توصل للهارت، انا محتاجه ان ابقى عارفه الفينز دي ان فيها مثلا valves اللي موجودة جوه الفينز هتساعدني على الحكاية دي، ان انا امشي في اتجاه واحد رايحة للقلب واقف على كده، مرجعش في الباثواي التاني. طيب نبدأ بقى نتعرف على حاجة تانية، ازاي اقدر اعمل measurement للblood pressure؟ الجهاز اللي بيعمل لي measurement للblood pressure اسمه sphygmomanometer. السphygmomanometer ده اللي هو الجهاز زي ما انتم شايفين كده، اللي هو قياس الضغط الزئبقي اللي بالزئبق. انا بيبقى عندي دايما بقرا رقمين، اول رقم اللي هو الابر نمبر، ده بتاع ايه؟ يعني دايما يقولك الضغط بتاعك البريشر بتاعك 120 على 80 كده، ده الرينج ده. ده في نمبر فوق وفي نمبر تحت، في ابر نمبر وفي لور نمبر. الابر نمبر ده هو اللي بيتحسب during the ventricular contraction. في لفظ تاني للventricular contraction اسمه systolic،
يبقى السيستوليك معناها ان انا بتكلم وقت ما الفنتريكلز بتعمل كونتراكشن. وقت الفنتريكلز ما بتعمل كونتراكشن فانا كده واصله للماكسيمم بلاد بريشر. يبقى انا كده هيبقى الهايست نمبر ولا اللوست نمبر؟ طبعا الهايست نمبر. فالابر نمبر بيبقى دايما هو ابر او الرقم الكبير. اللور نمبر بقى بيبقى بيعبر عن الجزئيه الثانيه الفنتريكولار ريلاكسيشن او الدايستوليك. فالدايستوليك معناها ان الفنتريكلز عامله ريلاكسيشن، يبقى انا دلوقتي في الحاله بتاعه الراحه، فانا بالتالي هبقى في المينيمم بلاد بريشر. بناء بقى على المعلومتين دول هنعرف اكزامبل، وبعد كده نعرف ازاي الميثود فعلا بتاعه القياس اما تروح والدكتور يقيس لك البلاد بريشر بيعمل ده ازاي. الاكزامبل اللي عندي انا طبعا عندي النورمال فاليو بتاعه البلاد بريشر في الهيلثي يث، يعني حد صغير لان بيختلف بالسن طبعا، بيبقى 120 بير 80 مليمتر مركري. فبالتالي نعرف بقى ان ده اللي هو الابر نمبر اللي بيعبر عن ايه، عن السيستوليك، وده اللور نمبر اللي هو الصغير اللي بيعبر عن الدايستوليك او الفنتريكولار ريلاكسيشن. الجهاز بتاعه او السفيجمومينومتر عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاستراكشر بتاعه عباره عن ميركري تيوب وفي سكيل. شايفين المنظر ده؟ ده الميركري تيوب، المفروض الميركري بيتحرك من هنا ويبدا ان هو يطلع. هنشوف ازاي. فانا عندي اول حاجه الايديا اوف وركينج، ازاي بيشتغل. اللي بيحصل ان انا الميركري بيتاثر بالبريشر، فمجرد ما البريشر بيعلى الميركري ليفلز بتحصل لها اليفيشن بتعلى، كل ما البريشر يعلى يعلى. هنعرف برضو ازاي بنقيس. فانا ده عندي كده الميركري تيوب والسكيلز بتاعتي. السكيل بتاعي بقى ده ارقام اللي هو بتاع الابر نمبر واللور نمبر. الميثود بتاعت الميشرمنت اللي بيحصل ان انا الدكتور بيبدا يعمل ليسننج للهارت بيت عن طريق السماعه الطبيه اللي هي الستيثوسكوب دي، بيبدا الدكتور يسمع بيها الهارت بيت. طب هيلقط ايه الدكتور؟ اللي بيحصل كالتالي، احنا بنبدا ان احنا الاول نحط ده كباندج على الارم، فنبدا ان احنا نقفل على الدراع كويس جدا. بعدين بنبدا ان احنا بالبتاع البامب دي نخلي الميركري يطلع لكميه كبيره، مثلا عند 200 مثلا، فانا كده حاجه عاليه جدا. وابدا ان انا بيبدا الدكتور لو تاخدوا بالكم يفك البتاعه دي كده شويه، ويبدا ايه التيوب دي او الميركري بيبدا تحس ان هو بينزل، بس بينزل بالراحه بالراحه. ليه بينزل؟ هو عايز يلقط عند انهي نمبر بالظبط بدا يسمع الهارت بيت، لان عند النمبر اللي هيسمع منه الهارت بيت ده النمبر اللي بيعبر على الventricular contraction او السيستوليك. فده اول حاجه هيعملها، مجرد ما سمع هارت بيت يبقى هيشوف وقفنا عند فين في الهارت بيت ده، فنحدد الابر نمبر. مجرد ما الهارت بيت صوته ما بقاش موجود فحصل disappear للساوند، هيبدا الدكتور يشوف الرقم ده فين، ويبقى هو ده اللي بيمثل الventricular relaxation او الدايستوليك. يبقى انا كده خدت الابر نمبر واللور نمبر، يبقى ده الميشرمنت بتاعي. يبقى بناء عليه اقول لك ان البلاد بريشر بتاعك عالي انت محتاج زياره طبيه، او ان هو قليل. بس طبعا بيبقى في شروط، لازم الدكتور اول ما تدخل يقول لك اقعد على مكان وريح ايديك وخليها بزاويه معينه، قائمه تبقى مفروده، ده كله عشان ما غيرش في الستيت بتاعه الهارت ذات نفسها. يعني انا لو بذله مجهود فالهارت بيت هتزيد فالبريشر هيزيد، فلازم يكون الشخص قعد شويه وبقى ريلاكس عشان نبقى بنقيس صح. لازم يكون ايدي بشكل دايركت عشان خاطر ما نبقاش احنا ضاغطين بشكل معين. فدي كلها كونديشنز لازم نراعيها في الميشرمنت بالجهاز بتاعي. كده احنا قضينا كل حاجه ليها علاقه باول جزئيه في البلاد سيركيوليشن. فاحنا كده خلصنا الليسن بتاعنا. So it is the end of this lesson and see you in the next lesson. Goodbye.